ساتر يا رب. في ايه؟ رد عليا. بسم الله الرحمن الرحيم. ردوا عليا، الله يخليكم. حد يرد عليا. في ايه؟ ندور على نادر يا حاج. في صفقة جديد لجامعة العاصمة، بأكد لحضرتك يا أستاذ معتز خبر القبض على السفاح. نحن في انتظار وصوله لمديرية الأمن باللحظة والتانية. مزيد من التفاصيل في اللحظات القادمة بإذن الله. حرم لنا عدد كبير من القنوات الفضائية والصحفيين والإعلاميين الذين جاءوا لتغطية خبر القبض على السفاح. وأرى عدد كبير من المواطنين الغاضبين بالمكان، وقوات الأمن تبذل جهدا كبيرا لمنعهم من اقتحام الحواجز. ومن أمام مبنى مديرية الأمن نحن في انتظار وصول الشرطة التي قبضت على المتهم الذي اشتهر إعلاميا باسم سفاح النساء. حضرتك اللي بتطلبه ده حاجة صعبة جدا. حاضر، أحاول أحاول يا كريم، بقى أحاول. حاضر، سلام بقى دلوقتي. بقولك يا معلم، عايزين بقى نحاول نتميز كده وسط الزحمه دي. ماشي، ما دخلنا دفعه عشان خاطري. دخلنا الله يكرمك. ما تعملناش مشكله ارجوك. يا ايمن بيه، ايمن بيه، اهو ايمن بيه. صورة السفاح وصلت يا أستاذة. طيب اديها بقى للكنترول، خليهم ينزلوها مع كلامي لما أقول لهم. أوكي، بسرعة كريم. حاضر، يلا. ستاند باي هوا. جاهزة مدام نهال؟ جاهزة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لحظة بلحظة. يظهر أن ستات مصر أخيراً هيرجعوا ينزلوا الشوارع ويتحركوا بحرية، بعيداً عن الخوف والرعب اللي سيطر عليهم طول الفترة اللي فاتت. حسب مصادرنا في وزارة الداخلية، تم إلقاء القبض منذ أقل من ساعة على شخص يشتبه في أنه المسؤول عن جرائم القتل اللي انتشرت في الفترة الأخيرة، وكانت آخر ضحايا المطربة المعتزلة عزة كامل. فهل نجحت الداخلية فعلاً في الوصول للمجرم اللي اشتهر إعلامياً باسم سفاح النساء؟ ولا هنكتشف بعد شوية أن ده مجرد كبش فدا بتحاول أجهزة الأمن تغطي بيه على فشلها في تحقيق الأمن في الشارع المصري؟ الصورة جاهزة يا جماعة؟ طب نزلوها لو سمحتوا.
دي صورة حصرية للشاب اللي الداخلية بتتهمه إنه ورا جرائم القتل المروعة اللي أصبحت كابوس بيطارد كل عيلة مصرية. هنوليكم بمعلومات أكتر خلال الحلقة، خليكم معانا ولحظة بلحظة. ألو؟ أيوة يا بابا، أنت فين؟ يا بنتي ما أنا لازم أروح المديرية الأول علشان أعرف. يا سلام يا ليلى، هو أنا يا حبيبتي عمري خبيت عنك حاجة؟ المهم أنت بس تاخدي بالك من نفسك لغاية ما أجيلك. طيب بقولك اقفلي دلوقتي عشان معايا ويتك. أيوة يا أيمن، مين قال لعصام يحقق معاه؟ مفيش حاجة اسمها هو اللي جابه، احنا هنلعب. اسمع يا ايمن، انزل له دلوقتي وقول له يبعت الواد على الحاجز لغاية ما اجي. يا ابني افهم، انا ما بحبش الطريقة دي، احنا مش ماسكين ده الشال. انا جاي على طول. يلا سلام. ما تشاهل شوية يا مصطفى. حاضر يا فندم. زوق حتى من اي شارع جانبي عشان تتفادى الزحمه دي. حاضر يا فندم. كده بقى ممكن نبتدي. ده عملت كده ليه يا لا؟ وإيه بينك وبين النسوان دي خليك تعمل كده فيهم؟ انت بتعقد يالا؟ لو ما اتكلمتش دلوقتي حالا انا هعلقك. أمر يا بيه. عادل بيه بيقول لك وقف تحقيق معاه ونزله حجز. طالما نقول أمر نحن ننفذ. بنشوف آخرة الدلع ده إيه. اتفضل. ده يا ابني اللي بره. أنت يا زفت. أمر يا باشا. نايم على ودنك. مؤاخذة يا باشا. خد الواد ده ارميه الحجز. تعال. الحمد لله بالسلامة يا شبح. اوباه شكلك وارد عصام بيه. الله 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 الله، ايه المعاملة دي؟ وانا اللي قلت ما صدقت لقيت حد يجي يونسني. عيب. سجارة؟ ما بتدخنش؟ بلاش. طب ايه؟ ربع كرس؟ بلاش. الشاويش قال انك قاتل اربع نسوان، يخوفني. بس على اني عم راجل، لان النسوان دي كلها كده تستاهل الذبح. انت متردش عليا ليه؟ هتسوق الهبل على الشيطانه وهتعمل لهم فيها مجنون. ياكل ياكل معاهم. ايوه يا عم كده فك يا عم. اقول لك على حاجه الدنيا مش محتاجه، بس انت قال له لازم تتكلم معاه وتاخده وتدي عشان ما تنساش الكلام. محسوبك زيكا، مسجل سرقة بالإكراه. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، يا ترى بيعملوا فيك ايه؟ يا حبيبي اللي هيخليك هتطمن على ابني؟ قبضوا على ابني من غير سبب والله.
ابني بريء، هدخل بس اطمن عليه. ما ينفعش يا امي، في ناس اعلى مني ورا مني. اعمل معروف يا سعاده البيه، الله لا يسيئك، ربنا يخليك، هدخل اطمن عليه واشوفه بعينيا. بس هو ابني ما عملش حاجه، الهي يخليك تسيبني ادخل. سعيد سيبني اشوف. سيب الحاجة تمشي. تعالي يا حاج. الهي ربنا يكرمك ويخليك، ابني بريء والله يا سعاده البيه، ما عملش حاجه خالص. ابنك مين يا حاج؟ ابني نادر اللي انتوا قاضين عليكم، بريء وما عملش اي حاجه. طيب ما تقلقيش، لو كان بريء هيسيبوه. ما قلقش ازاي؟ مش حضرتك عندك عيال برضو؟ تصدق وتؤمن بايه؟ انا لولا الظروف اللي انت فيها دي كنت قفشت عليك عشان ما بتردش عليا، وانت ما تعرفش قفشه زيكا عامله ازاي. زيكا ده مالوش وجود اصلا. الله، ما انت بتتكلم زينا اهو، الحمد لله بالسلامه يا عم، امال مدوخني معاك ليه؟ سيادتك اللي مدوخ نفسك يا باشا، ومش هتوصل لحاجه باللي بتعمله ده. انا عارف انك ظابط من اول ما دخلت. ظابط مرتاح قوي، مش من الجماعه الشقيانه. انت مبرش مالا ولا ايه؟ الدبله اللي في ايدك دي بلاتين، وفيها فسوس الماس صغيره قوي. انت بقى من ساعه ما دخلت شاغل بالك بحته الحديده دي؟ فالصو، الدبله دي سويسري، ومفيش في مصر كلها حد بيجيبها غير تلات جوهرجيه بس، وزيكا اللي سيادتك داخل عليا بيه ده ما يعرفش حتى محلتهم فين. حوار الدبله دي اساسا فراكس. وزن سعادتك زاد قوي بعد الجواز، ما قدرتش تخلع الدبله من صباعك. اخرج يا باشا، خد دش والبس هدومك الحلوه. انا ما عملتش حاجه عشان يحطولي ظابط يطلع مني معلومات. افتح يا ابني. كشف زياد؟ عظيم، ده كويس مش وحش. كويس ازاي بس يا فندم؟ لانه عرفنا ان الواد ده مش سهل، بالعكس باين عليه عيل ذكي ولماح ومركز قوي، وده معناه ان طريقتك معاه عمرها ما كانت هتوصلك لحاجه يا سي عصام. يا باشا واد زي ده هيتعبنا قوي لحد ما نطلع منه بحاجه. هنشوف. طب باشا معلش، بعد اذن سيادتك، يعني مش في احتمال ان الواد ده يطلع مش هو؟ في ازاي يا فندم؟ انا متاكد ان هو. ايه اللي تحت ايدك من ادله يخليك متاكد ان الواد ده هو اللي ارتكب الجرائم دي كلها؟ يا باشا ما انا قلت لك سيبهولي وانا نطقلك امه. يا اخويا ما هو كان في ايدك جرايه يا عصام، ده انت ما عرفتش تخليه يفتح بقه بكلمه واحده. يا باشا انا لحقت اعمل حاجه، انا يا دوب لسه بقول يا هادي ايمن بيدخل اخده مني. ما تقلقش هرجعه لك تاني، بس دلوقتي انا عاوز اشوف ام الواد ده. تمام يا زياد. يا حبيبي يا ابني. اهدي يا ست منيره عشان نعرف نتكلم، يمكن تقدري تساعديه في المصيبه اللي ودى نفسه فيها دي. يا باشا بقول لك مش هو، اكيد مظلوم، ده ابني ياما شاف ظلم، هو ناقص يا ربي. طيب قولي لي يا حاجه، انت تعرفي حد من الستات دول؟ لا والله العظيم ابني لا يمكن يعمل كده، حتى اسالوا عليه كل الناس اللي يعرفوه. ما هو احنا كمان مش قابضين عليه فترة يا حاج، احنا عندنا ادله، وكل الادله بتقول ان هو اللي خطف الستات دي وقتلها. يا مصيبتي، وهو هيعمل كده ليه بس؟ اهو السؤال ده انا عايزك انت اللي تجاوبيني عليه. انا ما اعرفش حاجه. طب انت ما لاحظتيش عليه مثلا انه كان متغير شويه في الفتره اللي فاتت؟ ابدا يا باشا. وهو عمره ما راح لدكتور نفساني؟ ده انا ابني مخه يوزن بلد، اكيد انتوا اللي غلطانين. احنا مش غلطانين يا حاج، انا بقولك عندنا ادله. للاسف بقى ان هو اللي مش عايز يساعد نفسه ولا يساعدنا. طب خليني اشوفه وانا اخليه يقول لسعادتك كل اللي انت عايزه. يا ريت، بس
ما ظنش هتقدري تشوفيه قبل ما يخلصوا مع التحقيق. خليني أشوفه يا باشا، أبوس إيديك، خليني أشوف. هنشوف. مش كده الأحسن يا باشا؟ سيادتك قعدت معاه قبل ما أشوف أمه. اللي عمله الواد ده مع زياد بيقول إن أعصابه هادية قوي، المقابلة دي هتهزله الهدوء ده شوية وبعدين أشوفه. ماما، ايه اللي جابك هنا؟ هيكون ايه اللي جابني على ملا وشي غيرك؟ حقك عليا. صحيح اللي بيقولوه ده؟ انت اللي قتلت الستات دي؟ ما تخافيش، شده وهتزول. رد عليا، انت ليك دخل باللي حصل للستات دي؟ بقول لك يا ماما ما تقلقيش. ما قلقش ازاي يا ابني؟ إذا كان الضابط بيقول إن التهمة لابسك لابساك ده كلام. كلام؟ طب ولما أنت سليم ومالكش دعوة بحاجة كده ما بتردش عليهم ليه؟ أنا حر. حر؟ أنت إيه اللي حصل لك؟ إيه اللي بدلك كده؟ كله منها، من يوم ما عرفناها ما شفناش يوم عدل في حياتنا، ربنا ينتقم منها. كفاية بقى يا ماما، أنت لسه عاوزة تظلميها تاني؟ حرام عليك. حرام عليا؟ أنا اللي حرام عليا يا قليل الرباية؟ هي اللي عشتها حرام في حرام، ضيعت نفسها وضيعتك معاها وخربت بيتنا، منها لله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. برضه مش عايزه تقولي لي مين اللي كنت بتتكلمي عليها انت ونادر؟ ده موضوع قديم بيني وبين ابني، مالكوش دعوه بيه خالص يا باشا. بقى كده ابني بريء يا باشا، ومتهيألي ان حضرتك سمعته وهو بيقول لي كده زي ما سمعت بقيت كلامه. عن اذنك انا اتاخرت قوي ولازم اروح. استني. ضغطنا يا باشا على الولايه لحد ما حكت لنا ايه الحكايه. الست قلقت على ابنها يا عصام وقررت انها تحميه. لو كنا ضغطنا عليها اكتر من كده كان ممكن تخترع لنا اي حكايه والسلام. بس احنا كده يا باشا ما كسبناش اي حاجه من مقابلته لامه. لا ازاي بقى يا ايمن؟ عرفنا ان الولد ده وراه سر، وان السر ده مرتبط بواحده، ومهمتكم انتوا بقى انكم تعرفوا مين الوحدة دي وايه هو السر ده. الو يا سمير بيه. ده احسن احسن الحمد لله. طيب يا اخي وصلني بيه. ده الوزير. ربنا يستر. مساء النور يا فندم. الله يبارك في سعادتك يا فندم. يا فندم احنا لسه يا دوب قابضين على الولد ومحتاجين شويه وقت. طب ودي انا هعمل لها ايه سعادتك؟ حاضر 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 يا فندم، انا هتصرف. مع الف سلامه سعادتك. مع الف سلامه. مع السلامه. سلام. خير يا باشا. الست المذيعه دي مهيجه الدنيا علينا في البرنامج بتاعها. انا المذيعه دي مفيش غيرها اكيد. نهال مفيد. ادي سعادتك اللي واخدينه من حريه التعبير والكلام الفاضي ده. بقول لك يا ايمن. اه يا باشا. انت تعرف توصل للست دي؟ طبعا سيادتك. طيب وصل لها وخليها تكلمني في الاستراحه دي اللي بياخدوها في نص البرنامج. تمام باشا. قصدي حضرتك الفاصل. فاصل. الفاصل ولا الاستراحه يا عم زياد؟ ادي زفت والسلام. يا باشا افتح لنا بقى التلفزيون. ايه يا كريم.
بص يا ابني، هو سفاح ولا مش هو؟ ده السؤال اللي بيسألوه الناس لبعض. مش يمكن يكون مظلوم؟ مش يمكن يكون كبش فدا للتقصير والإهمال، ولا الموضوع كله فيلم عشان الناس تنسى مشاكلها الحقيقية؟ الكلام كتير والحقيقة بتضيع. ودلوقتي هسيبكم مع تقرير عن ردود فعل المواطنين في الشارع على الخبر. اللي هو عادل على التليفون، هو طلب اكلمه؟ يظهر ان الشغل اللي احنا عملناه وجعهم قوي. طب اكلمه. اطلب اتحرك دلوقتي؟ لا اتقل اتقل، خلاص انا هقول لك امتى. طيب حاضر يا استاذ. والله يا ابني احنا غلبنا. ساعة يقولوا مسكناه، لا مش هو، محدش عارف الحقيقة فين. انا عن نفسي هحبس بناتي في البيت لحد ما يتأكدوا انه هو. سفاح مين بس؟ انت مصدق ان في حاجة اسمها سفاح اصلا؟ دي حاجة كذا اسلعوها اخترعوها عشان يلهوا الناس بيها. والله يا باشا احنا مع الشرطة وواقفين معاها عشان مصلحة البلد، بس الواد اللي انا شفت صورته ده شكله طيب وابن ناس، مش بتاع الكلام ده. ده المعد بتاع البرنامج يا باشا. رد عليها يا ايمن، خلينا نشوف اخرتها. تمام ساعتها. الو، ايه يا كريم؟ طيب ماشي، خليك معايا ثانية واحدة. الو، ايوه يا سيدي، معاك معاك، اتفضل. الو سياده اللواء. يا مدام نهال. ايوه يا فندم، معاك. معانا على التليفون اللواء عادل هلال، مدير الاداره العامه لمباحث العاصمه، هيطلعنا على اخر المستجدات. ايوه يا فندم، حضرتك معايا؟ ايوه يا فندم معاك. سيادة اللواء، تحب تقول ايه الملايين المصريين اللي بيسمعوك دلوقتي عشان تطمنهم؟ اولا احب اقول انه مش دور الاعلام انه يشكك في كل شيء ويفسد عمل الاجهزة الامنية. انتوا كده اللي بتقلقوا الناس. يا فندم انا مش فاهمة حضرتك ليه عصبي كده. يعني لما انتوا كوزارة الداخلية مش عارفين تطمنوا الناس، يبقى الاعلاميين يطمنوهم، دي شغلتنا. ما بيتهيقليش ان احنا غلطنا في حاجة. مين قال بس ان احنا مش فارق معانا اننا نطمن المواطنين؟ والله لو حضرتك مهتمة قوي انك تطمنهم اتفضل طمنهم، الا لو ما عندكش حاجة تطمنهم بيها. من فضلك يا مدام نهال، مفيش داعي تقولي كلام على لساني انا ما قلتوش. حاضر يا فندم، بس يا ريت لو سمحت تجاوب على السؤال، هل الشاب نادر مصطفى كمال اللي انتوا قبضتوا عليه هو فعلا سفاح النساء ولا لا؟ الامور دي ما بتتاخدش بالطريقة دي يا مدام نهال. امال بتتاخد ازاي يا سيادة اللواء؟ ما انتوا من اقل من شهر قبضتوا على واحد وقلتوا هو ده السفاح، وبعدين طلع مش هو. هل المره دي انتوا متاكدين ولا هنلف في نفس الدايره تاني؟ احنا دلوقتي في مرحله التحقيق، ولما يبقى عندنا نتائج مؤكده هنعرضها على الراي العام. وما انتوا ما عندكوش معلومات مؤكده، قلتوا ليه انكم قبضتوا عليه؟ احنا اللي قلنا برضه، احنا ما قلناش حاجه خالص. انتوا كاعلام اللي قلبتوا الدنيا من غير ما يكون عندكم معلومة واحدة. أدينا بنكلم حضرتك عشان ناخد معلومات مؤكدة. زي ما قلتلك يا مدام نهال، إحنا في مرحلة التحقيق، والشاب ده رهن التحقيق لأنه مشتبه في إنه هو اللي ورا جرائم الخطف والقتل اللي حصل. طب وإنتوا مشتبهين فيه على أساس إيه؟ والله أنا مش مطالب أجاوب على أسئلة تضر بسير التحقيقات. لما التحقيق يخلص هنعرض التفاصيل عليكم، والحد ده ما يحصل احنا عايزين نطمن المواطنين ونطالبهم ايضا باتخاذ الحذر اللازم. عن اذنك بقى عشان اشوف شغلي. امسك. هتقولي الواد ده من الحبس حالا. وجهز السلطان. وزي ما حضراتكم سمعتم، محدش عارف حاجة في البلد دي. الداخلية بتقول خدوا بالكم، والولد المسكين اللي اتقبض عليه جايز ما يكونش له علاقة بالموضوع. من فضلكم كل واحد يخلي باله من نفسه. أشوفكم بكرة في نفس الميعاد، وتصبحوا على ألف خير. متأكد إن هو؟ يا باشا متأكد. هو قتلت الستات دول ليه؟ أنهي ستات؟ دول.
يا ساتر، ده مين اللي عمل كده؟ دي حاجة بشعة جدا. ده انت ناوي تستهبل بقى؟ ليه بس سعادتك؟ صور فعلا فظيعة. الصور دي يا نادر اتبعتت لأهالي الضحايا بعد اختفائهم بكام يوم. انت ما بتقراش جرايد ولا ايه؟ ده البلد كلها عارفة الموضوع ده، ولا حتى بتتفرج على تلفزيون؟ انا لا غاوي جرايد ولا بتفرج على تلفزيون، انا بسمع من بعيد وما بصدقش حد. ما بتصدقش؟ طب انا هوري لك صورة تانية يمكن تصدق. ايه رأيك؟ انت ده ولا اخوك التوأم؟ انا فعلا، بس الصورة دي جت عند سعادتك ازاي؟ الصورة دي نشرها واحد على الفيسبوك زي ما انت شايف، وكتب ان الست اتجننت وماشية مع واحد قد بنتها. ده سوء ظن واتهام الناس بالباطل. الصورة دي اتاخدت لعزة كامل قبل اختفائها على طول، بعديها بكام يوم صورتها وهي مقتولة اتبعتت لبنتها. تقدر تفسر لي يا نادر ليه كنت انت اخر واحد ظهر معاها قبل ما تتقتل؟ سعادتك، الست دي عربيتها وقفت في حتة مقطوعة وانا كنت معدي بالصدفة، طلبت مني اغيرلها فردة الكاوتش. اتفاجئت انها المطربة المشهورة بس اللي بحبها قوي، ولما قلت لها يعني ان انا من اشد المعجبين بيها فرحت جدا. ظهر عادل بيه انها ما بقاش حد يسأل عليها من يوم ما اعتزلت، بس وغيرت لها فردة الكاوتش وبعدين اصرت توصل. ادي كل اللي حصل. انت قلت يا عادل بيه، تعرف اسمي منين؟ سعادتك اشهر من نار على العالم، هو في حد في البلد ما يعرفكش؟ ليه بقى؟ ان شاء الله نجم سيما ولا لعيب كوره؟ بلاش لوع وقول لي دغري تعرف اسمي منين يا فندم. اكيد سيادتك عارف اني كنت بشتغل محامي ومعرفت الضباط الداخليه من صميم شغلي. ايه راي سعادتك بقى؟ مش تفسير مطلع. ماشي ماشي يا نادر، خلينا في عزة كامل. مالها سعادتك؟ بعد ما وصلتك حصل ايه؟ ولا حاجة، روحت على البيت وقعدت اسمع اغانيها وانا مبسوط. هل عندك دليل ان كلامك ده حصل؟ وفي دليل انه ما حصلش؟ ولا بلاش شغل المحامين ده. ليه بس يا فندم؟ هو شغل المحامين وحش ولا ايه؟ وبعدين الضابط والمحامي هدفهم واحد، تحقيق العدل. بص يا ابني، الظاهر ان انت مش مقدر خطورة الموقف اللي انت فيه. انت متهم بخطف وقتل 4 ستات، ودي جريمة مش بسيطة. انا عارف انها جريمة مش بسيطة، بس تفتكر سعادتك يعني جريمة زي دي ممكن يوجه فيها اتهام بناء على صورة مفيش فيها اي حاجة؟ ازاي مفيش فيها اي حاجة؟ انت متصور فيها مع الضحية. وانا ما انكرتش، بس انا متصور مع الضحية في عربيتها هي، وهي اللي سايقه بنفسها، يعني عنصر الإجبار مش موجود. ولو فرضنا إن في علاقة بين الصورة وبين جريمة خطف، فالأقرب بقى إن عزة تكون هي اللي خطفاني مش أنا اللي خطفها. يا سلام يا عادل بيه، سيادتك لو حولتني النيابة دلوقتي بدليل زي ده هاخد إخلاء سبيل فورا وبدون أي ضمانات. ده غير بقى إن أنا كمان ممكن أطعن إن الصورة دي مزورة وننتدب خبير ونعيش بقى مع بعض. يعني يا نادر انت مرتب نفسك قوي. مش مسألة مرتب نفسي ولا حاجة، ساعدتك حط نفسك مكاني. انتوا عايزين تلبسوني قضية قتل الست لمجرد ان اتصورت معها؟ لا، وايه عايزين تشيلوني 3 جرائم قتل كمان فوق البيعة، كل ده عشان خاطر صورة؟ لا يا نادر، مش عشان صورة. وزي ما انت مرتب نفسك قوي، احنا كمان مرتبين نفسنا. انا مش فاهم سعادتك. هتفهم دلوقتي. ادخل. تعال يا سلطان. اوامر سعادتك يا باشا.
انت شغال في البنزينه اللي في طريق الواحات في 6 اكتوبر مش كده؟ ايوه يا باشا بالظبط. يوم ما اتخطفت الست عزة كامل انت قلت انها جت عندكم البنزينه ومونت عربيتها. ايوه حصل سعادتك. طيب انا عايزك بقى تحكي لي كل حاجه بالتفصيل. هو كان في شاب سايق عربيه. شاب ايه؟ سايق العربيه يا باشا. سايق العربيه؟ كمل. والست عزة كانت قاعده في الكرسي اللي جنبه. وانت كلمتها؟ لا يا باشا دي ما كانتش هنا خالص. واضح كده يا باشا انها كانت سكرانه مبلبعه حاجه ضربة اي شيء يا باشا. يعني نقدر نقول كده انها كانت غايبه عن الوعي. اكتر من كده يا باشا بقول لحضرتك مش هنا مسافره بعيد يا باشا. طب قول لي يا سلطان تحت امرك هو ده الشاب اللي انت شفته سايق العربيه؟ هو يا باشا. عايزك تقرب منه يا سلطان وتبص كويس وتركز علشان تبقى متأكد. هو يا باشا انا متأكد. هو متأكد. متأكد. طيب يا سلطان تقدر انت تروح دلوقتي ولما نعوزك هنبعت لك. شكرا شكرا سيادتك يا باشا. ايه يا نادر يا ترى ايه رايك في الكلام ده؟ يعني ايه شهادته ملهاش قيمه؟ حضرتك رحت البنزينه دي قبل كده؟ لا انا رحتها. البنزينه دي في حته مقطوعه وبالليل الاضاءه بتبقى ضعيفه. يعني الاخ السلطان ده صعب جدا يشوف اللي جوه العربيه ويحفظ ملامحه في الظروف دي. ما هو اتعرف على عزة كامل في نفس الظروف ده لان عزة فنانة مشهورة وهو عارف شكلها من قبل كده. بس لو فرضنا ان انا اللي كنت سايق وده مش حقيقي فصعب برضه انه يحفظ ملامحي لغاية النهاردة. سيبك من الكلام الفارغ ده يا نادر. احنا عندنا شاهد وشهادته يعتد بيها. هخليني مع سعادتك وهفترض جدلا ان الكلام اللي بيقوله الاخ سلطان ده حصل. يبقى شبهة الخطف موجودة. الضحية تم تغييبها عن الوعي وتم الاستيلاء على سيارتها. تمام. فين بقى العربية بتاعتها؟ بلاش. ليه تم تغييبها عن الوعي؟ ليه ما تكونش مثلا كانت تعبانة؟ خصوصا لو حطينا في الاعتبار ظروف سنها أو إنها كانت سكرانة زي ما قال الشاهد بتاعكم. كلام ده تقوله في المحكمة يا عادل بيه. مرحلة المحكمة دي احنا مش هنوصلها اساسا. المحكمة عاوزة قضية وسعادتك مفيش عندك قضية. نعم يا اخويا. سعادتك بتقول ان الستات دي اتخطفت. جبت منين يقين ان هم اتخطفوا؟ كل اللي عندك حوادث اختفاء. بعدين سعادتك بتتكلم عن جرائم قتل. جبت منين الكلام ده؟ من الصور. الصور اللي اتبعتت لاهالي الضحايا. بس دي مش ادلة ادانة على جريمة قتل. وسعادتك استاذنا وعارف اكتر مني ان اي جريمه قتل محتاجه جثه وسلاح جريمه ودافع وسعادتك ما عندكش ولا واحده من دول. يعني ببساطه ما فيش عندك قضيه اصلا وكبيرك هتحجزني هنا يوم ولا اتنين وفي الاخر برضو هتخرجني. وانا بقى عشان حبيتك مش هرفع قضيه على الداخليه اطلب فيها تعويض كبير على الضرر اللي وقع عليا. إذا كان ده رهانك تبقى غلطان. أنا عارف كويس إن أنت اللي قتلت الستات دي ومش هسيبك. مش هسيبك إلا وأنت متعلق في حبل المشنقة. حتى لو فرضنا تاني إن كلامك مظبوط معرفة سيادتك مش دليل إدانة. تقدر تقول لي سيادتك إيه الرابط بيني وبين عزة عشان أعمل فيها كده؟ أو إيه الرابط بيني وبين بقية الضحايا؟ بلاش. إيه الرابط بين الضحايا دول وبعض؟ ولا سيادتك عايز توجه لي تهمة طالعة من فيلم أمريكاني؟
المجرم داير يخطف الستات ويقتلهم كده غلاسة. بص يا ابني، إذا كنت فاكر نفسك ذكي فأنا قاعد قدام مني زيك كده لاسكة منك 100 مرة وبرضه رميتهم في السجن زي ما حرميك بالظبط. أنا كان نفسي أنادر إنك تتعاون معايا لأني بجد عاوز أساعدك. شكلك باين عليه ابن ناس، ما انتش فوش إجرام، لكن أهو أنت اللي اخترت الطريق الصعب. أنت حر، بس في الآخر مش هتلاقي حد تلومه إلا نفسك. خد يا ابني المتهم، رجعه الحجز. مشتبه فيه عادل بيه مش متهم. وطول ما سعادتك ما جاوبتش على أسئلة اللي أنا سألتها هفضل مشتبه فيه وهخرج. نادر، انت مش ناوي تحكي لي على اللي الست والدتك ضربتك عشانها وإيه علاقتها بالقضية؟ إيه، واحدة من الضحايا؟ دور سعادتك وانت توصل لإجابة. طب ولما انت عارف إن أنا أكيد حوصل للإجابة توفر على نفسك وعليا التعب ده كله وتحكي لي إيه اللي حصل من الأول؟ سعادتك مش هتصدقني. جرب. مش يمكن أصدقك؟ ساعتك مش هتصدق غير الحقيقة اللي هتوصل لها بنفسك، وساعتها بس هنقعد ونتكلم. أنا يوم ما أوصل للحقيقة نادر مش هقعد أتكلم معاك، أنا هجيب لك إعدام. يا نادر، تحب تحكي انت ولا احكي انا الاول؟ عن ايه؟ عن حنين. لا سعادتك هتحكي ولا انا هحكي. ليه كده يا نادر؟ ده انا ما صدقت ان انا لقيت حاجة واحدة عايزين نتكلم عنها احنا الاتنين. لسه بدري على الكلام يا باشا. لا الكلام اللي سعادتك هتقوله هو اللي انا عاوز اسمعه، ولا الكلام اللي عندي ساعتك جاهز تصدقه. ليه يا راجل؟ طب مش انا قلت لك قبل كده جرب تحكي لي يمكن اصدقك؟ هيحصل بس مش دلوقتي، ولحد ما يكون الاوان انا متمسك بحق القانوني في الامتناع عن الرد على الاسئله. تضربوني بقى تكهربوني، انا مش هنطق بكلمه واحده ليها علاقه بحنين. لا 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 لا، انا لا هضربك ولا هكهربك، بالعكس انا بساعدك. بس انت بقى خليك فاكر ان انا حاولت اساعدك وانت اللي رفضت. براحتك يا نادر. وياريت سعادتك تبقى فاكر برضو اني قلتلك لما يكون الاوان، والاوان ده في ايدك انت مش في ايد انا. دور على الحقيقة عادل بيه، ولما توصل لها هتلاقيني جاهز اتكلم. أمر فندم. رجعوا الحجز. يا أيمن، أنا عايز أعرف كل حاجة عن اللي اسمها حنين دي في أسرع وقت.
ها ايه رايك؟ اما نشوف يا متر. ادخل تعال يا نادر اقعد. حافظ بيه طبعا. نادر ده يا حافظ بيه اشطر محامي عندي هنا في المكتب، وانت عارف ان انا ما جاملش في شغلي. شهاده غاليه جدا يا فندم. الاستاذ بيقول في حقك كلام جامد قوي يا استاذ نادر. ربنا يخلينا دايما عند حسن ظن. نادر انت عارف طبعا ان حافظ بيه له قضيه عندنا هنا. ايوه يا فندم، وقريت الملف بتاعك كويس كمان. تمام، وايه رايك فيها؟ والله يا فندم القضيه نفسها ضعيفه وسهل جدا نجيب فيها براءه لولا مشكله واحده. ايوه ايه هي؟ شهاده الشهاده اللي اسمها شاهين حلمي. مش قلت لك خالفت في الملاعب؟ اهي دي بقى المهمه يا بطل اللي انا جايبك علشانها. احنا عايزين المحكمه تستبعد الشهاده من القضيه. يا ريت يا فندم. بس ازاي؟ النيابه مقدمها على انها خضره شريفه، لكن انا اعرف انها كانت متجوزه المعلم شحته الدكش وهبشت منه قرشين وخلعت. شحته الدكش بتاع المخدرات؟ تخيل. ودلوقتي بقى الست شاهيناز دي جايه عايزه تضايق سعاده الباشا، يرضيك كده؟ شفت قله الادب؟ خلاص يا فندم، لو قدرنا نثبت الكلام ده تبقى القضيه خلصت. هنثبته ازاي؟ واللي اعرفه ان شحته الدكش عليه قضيه كبيره وهربان منها كمان. انا بقى وصلت للمعلم الدكش واتفقت معاه، والراجل ابدا استعداده انه يساعدنا بشرط. شرط ايه؟ ان قضيته تبقى في المكتب بتاعنا هنا، وحافظ بيه هو اللي هيدفع الاتعاب. اتفاق مش وحش والله. المشكله بقى ان شحته الدكش وصبيانه متستخبيين في مكان ومتحركوش منه، وعايزين اي حد يروح عندهم عشان يجيب ورقه الجواز العرفي، وانا اخترتك انت للمهمه دي. وانا تحت امر سعادتك. الورقه دي فيها عنوان الدكش وفيها رسمه توضيحه عشان تقدر توصل للمكان بسهوله. انا عايزك تقوم تروح دلوقتي على طول، بس خد بالك المنطقه دي فيها لبش. يا استاذنا انا تربيه رود الفرج، يعني الحاجات دي ما تفرقش معانا. خلاص اتوكل على الله، بس اول ما تمسك الورقه في ايدك هناك تتصل بي على طول. ليه بس كده يا حاج؟ ده الاستاذ مفهمني انكم اتفقتوا خلاص. رجعت نفسي يا استاذ، عندك مانع؟ لا ابدا لا سمح الله. انا بس عايز اعرف انت ليه غيرت رايك يعني؟ بصراحه كده مش ضامنكم. ليه؟ ده احنا ناس كلمتنا زي السيف. سيف مين بس يا استاذ؟ محامي ملوش كلمه دلوقتي، انا معاشرهم وعارفهم اكتر منك. طب ممكن اعرف انت قلقان من ايه؟ قلقان طبعا، تاخدوا مني الورقه وبعد كده امك في العش ولا طهر. واحنا نعمل ليه كده بس؟ ايه لازمتها تشوف وشي تاني؟ ما خلاص خلصت حاجتي من جارتي. لا مؤاخذة بقى حاج، يعني كلامك مش مظبوط، لان الاستاذ مهدي من مصلحته ان يمشي اتفاقه معاك، لان قضيتك دي هتبقى قضيه جديده تدخل المكتب، وانت عارف ان هو ما بياخدش قليل. ما انا عشان عارف ان هو ما بياخدش قليل وبياخد كتير، خايف لسي حافظ بتاعكوا ده يلحس كلامه. يا عم الحاج حافظ شديد، ده معاه فلوس ياما، والمصيبه اللي هيخرج منها بسبب الورقه اللي معاك دي ما تسويش حاجه قدام الفلوس، ده ما هيصدق. هو بني ادم طماع يا استاذ. حتى لو طمع الاستاذ مهدي مش هيسيبه، لان شغل المخدرات مش كتير عندنا في المكتب، وقضيه زي بتاعتك دي لما نجيب لك فيها براءه ان شاء الله هيجي لنا شغل كتير. صدقني مفيش داعي للقلق، هات الورقه بقى وخلينا نبدا شغل. نبدا شغل؟ بتسجدني حضرتك ولا بتشتغلني؟ كل ده عشان تاخد الورقه؟ ياه على اللف والدوران. امسك العقد اهو، بس اوعى اوعى تعمل معايا اي حركه غادر، سواء منك من الاستاذ بتاعك
من الزبون بتاعكو مش هرحمكو. مش ايه؟ مش هترحمنا يا حاج. على افوادك قالها المعلم، مش هرحمكو. انت فاهمني؟ ربنا ما يجيبش حاجة وحشة. ان شاء الله ما يجيبش حاجة وحشة، بس اوعى الشيطان بقى يوزكم ويقول لكم الراجل ده مستخبي ولا هربان ومش هيعرف يطولنا. لا هطولكم وهجيبكم من قفاكم واحد واحد وهعلقكم. حقي ما سيبوش على جثتي، حقي اعرف اجيبه من حباب عنونكم. سيادتك عدى عليك الورقه دلوقتي، ما نخليها بكره الصبح. طيب ماشي، مع السلامه. مع السلامه. استنى عندك يا عمر. يا غالي هات العده اللي معاك دي وغور من هنا. مش هينفع والله، اصل عندي مكالمات مهمه لازم اعملها في السكه يعني. بعد اذنك. هتهزر يا حمق؟ طب ايه رايك ان انا هاخد تليفونك واعلعك هدومك؟ الشنطه دي فيها ايه يا فلوس؟ لا والله، دي فيها هديه صغيره كنت جايبها لست والدتك بس ما لقيتهاش في البيت. ايه رايك تاخدها انت تديها لها؟ ده انت قليل ادب بقى وعايز تتربى. شاهد على روحك يا حالتها. اغمى عليه بس. طب يلا امشي بسرعه، انت عارف ده مين؟ ما لحقناش نتعرف والله. ده البلطجي بتاع الحته واصحابه ما يتعدوش، لو صحي وشافك مش هتطلع من هنا سليم. طب وانتي؟ انا ايه، هو شافني اصلا؟ ده لو فوقته دلوقتي هيشكرني. يلا امشي. بس في ايه تاني؟ انا متشكل يا عم. انت لسه هتسبن؟ امشي بسرعه، اوعى تيجي هنا تاني لا يقطعوك. شفتوا اللي حصل لي؟ ما كنتوش هتشوفوني تاني ابدا. دخلت فيلم اكشن معرفش عملته ازاي، بس فجاه قلب رومانسي. هو الواد حلو بصراحه. كان بيسبلني. شكلها ايه بقى البنت دي؟ قمر ولا موناليزا؟ يخرب بيت عقلك، الموناليزا حته واحده احلى كمان.
انت اصلك ما شفتش هي عامله ازاي؟ اسمها ايه بقى المونليزا بتاعتك دي؟ ايه؟ اسمها ايه؟ معرفش. معرفش؟ طب هتقابلها تاني امتى وازاي؟ برضه معرفش. كل حاجه معرفش. قوم يا بنت من هنا. قوم قوم بلاش قلب الدماغ. يلا يلا يا عم. ايه يا عم في ايه؟ وانا لسه تلميذ عندك في المدرسه؟ وردك تلميذ عادل. تلميذ خيبان. انت عارف يا نادر لما كنت في سنك؟ لا ارحمني من حواديتك دي. استنى افهمك وانا شاب صغير. افهمك انا بقى، انا امي زمانها مستناني في الصاله دلوقتي ورافعه لي الشبشب، لازم امشي. سلام. طب استنى استنى ما تشوف اللوحه توصل لحد فين. هاجي لك بكره يا ابني. استنى. باي باي. يعني انت سبتني ملطوعه هنا ورحت عديت على سي شاكر ده الاول؟ معلش يا ماما، انت عارفه ان راجل كبير ومحدش بيسال عليه غيري وهكله بثوابه. ما هو لو كان اتجوز وخلف زي بقيه الناس كان لقى حد يسال عليه. معلش، كل واحد دماغه مريحه. ايوه، اوعى بقى دماغك تطلع زي دماغه وتتجنن وتفكر تعيش عازب زيه كده. لا ما تقلقيش، من ناحيه ده ناوي اتجوز اربعه. انا ما بهزرش. بقول لك ايه، عارف ابوك الله يرحمه لما جه يتقدم لي كان اصغر منك بيجي 3 4 سنين. طب مش يمكن يكون هو ده السبب اللي خلاه ما يعمرش كتير في الدنيا يا ابو نيره؟ اخرس يا قليل الادب. قصدك ايه، انا اللي جبت اجله يعني؟ بهزر معاك. الله، انا ما بهزرش، قلت لك بتكلم بجد. بقول لك ايه، خالتك نهد وبنتها جيهان جايين يتغدوا معانا بكره. بجد؟ ينوروا. هو ايه اللي ينوروا وانا بستاذن منك؟ انا بقول لك عشان تعمل حسابك انك تيجي على الغدا معاهم بكره، فاهم ولا لا؟ حاضر يا ماما. طب انا هنام بقى عشان عندي شغل بدري الصبح. ماشي، صباح الخير. وانت من اهلك. نادر، اصحى يا نادر. يلا يا حبيبي، الساعة بقت 7:30، هتتأخر على المحكمة. طيب. يا صباح الفل. انت هنا ليه؟ مش عندك محكمه النهارده؟ القاضي اجل القضيه شهر. صباح الخير يا استاذ. صباح النور، على خير القاضي. تعال ورايا عايزك. حاضر. خير يا استاذ. فاكر قضيه مصنع السيراميك؟
ايوه يا فندم. انت عارف ان لها جلسه بعد اسبوع؟ ايوه عارف. طيب فاكر حسنين عمران؟ مش ده اللي كان مدير الشركه من 5 سنين؟ بالظبط. اقعد. حسنين عمران كلمني امبارح بالليل والظاهر ان له طار قديم مع المدير اللي موجود دلوقتي وعايزين بقى نقوم بالواجب. طبيعي يا فندم، اصل المدير الجديد لما جه دور ورا حسنين وطلع عليه مخالفات كتير وعمل هليله كبيره بالموضوع ده. ياه، انت عرفت الكلام ده منين؟ من ملف القضيه. ملف القضيه مكتوب فيه الكلام ده؟ لا مش مكتوب فيه كده طبعا، بس في كام حاجه كده لما دعبست وراهم عرفت الكلام ده. واضح ان انت فاهم كويس جدا. حسنين بقى عايز يرد القلم للزبون ومعاه ورق يوديه في 60 داهية، بس ليه شرط، ما يظهرش في الصوره خالص. وماله يا فندم، نبان احنا وهي مصلحه واحده في الاخر. طيب انا كلمت حسنين واتفقت معاه انك تروح له وتاخد منه الورق وتبص فيه، في اي ملحوظه، في اي حاجه مش واضحه تساله. مفهوم. ده بقى عنوان الشركه بتاعته، بس اوعى تروح للشركه عشان محدش يحس. حاضر. في كافيه اول الشارع، اول ما توصل عنده تكلمه في التليفون، هو هينزل لك على طول. حاضر. واضح كده؟ واضح. تمام؟ واضح. توكل على الله. مع السلامه. توفيق. شكرا. هو انت ما عندكيش غير خالتي قالت وعمتي سوت؟ ايه؟ هو انتوا عيلتكم دي ما بتخلصش؟ يا بنتي احنا اقل بيت بيخلف 7-8 عيال، مش زيكم خايفين تخلفوا عشان مش لاقيين تاكلوا. خش يا بنت الفلوس اللي في شويله مش عارفين تعدوها من كترها. حنين اللي واقف هناك ده شبه ابن خالتي. اشرف صح هو. والله يا بنتي الواد ده باين عليه بيحبك، شوفي بيبص لك ازاي. ريحي نفسك، ما ينفعش، احنا اخوات في الرضاعه، وبعدين لو عاجبك قوي انا ممكن اكلمه لك واخليه يرضى بيكي. امشي، ده يغور عشان من ريحتك. طب يلا سبقوني انت، هشوف عايز ايه واجيلك. ماشي، بس ما تاخدهاش حجه عشان تفضلي واقفه هنا طول النهار ورانا شغل. يلا. صباح الخير. صباح الفل. ايه تتجوز؟ متجوز ليه؟ انا جاي استلف. طب تعالى نقف بعيد شويه، مش طالبه المدير يشوفني هو حاططني في دماغه اصلا. ايوه حسنين بيه، انا وصلت الكافيه خلاص اهو. ساعة؟ ليه بس؟ احنا مش متفقين على الميعاد مع بعض. هروح فين يعني؟ هستناك طبعا. يا ريت لو سمحت. متشكر قوي، مع السلامة. تاني يا اشرف، انا مش فاهمة انت بتودي الفلوس دي كلها فين؟ ما انت عارفه يا نونو المرتب ده تعبان على الاخر. لا المرتب كويس، لكن الحباب اللي انت بتشربه ده هو اللي منفضك اول باول. وحياتك عندي ابدا، بس انت فاهمه انا مستلف من طوب الارض، اول لما باخد القبض بقى كل واحد ليه حاجه بيجي ياخدها. ها قلت ايه؟ ماشي، هم 300 جنيه ما فيش غيرهم، واعمل حسابك دي اخر مره هتطلب مني فلوس يا اشرف. ملهمش بقى اي لازمه الكلمتين دول، انت عارفه كويس ان هي مش هتبقى اخر مره، بس عموما ربنا يخليك ليا ست البنات. يلا سلام. استنى هنا، ايه الندالة بتاعتك دي؟ مفيش ازيك، عاملة ايه؟ ولا انت ضربت على الفلوس كده وخلاص شكرا؟ والله ابدا، انا بس مش عاوز اخرك على الشغل عشان ما يحصلكيش مشكلة. عموما انا هشحن دلوقتي واكلمك. يلا باي. تؤمر بحاجة تانية يا فندم؟ متشكر. ايه ده؟ ايه الصدفة دي؟ دي احلى صدفه في الدنيا. بس عارفه ان انا مش متفاجئ. ليه؟ هو انت كنت عارف ان انا بشتغل هنا؟ لا بس كنت عارف انت ساكنه فين بصراحه، فقلت اكيد يعني ان احنا هنتقابل تاني. يا حنين اسمك حلو قوي. لو عامل حسابك اني ممكن انقذك من اي مصيبه تقع فيها تبقى غلطان، ده مكان شغلي وانا مش عايزه فيه مشاكل. لا والله انا مش بتاع مشاكل خالص. طيب على فكره احنا بنعمل هنا تشيز كيك حلو قوي، تحب اجيب لك؟ لو عاجبك اكيد هيبقى حلو. ماشي هجيبها واجي على طول. حنين. نعم. نادر. نعم. اسمي نادر، ما هو انت اكيد بتقولي في سرك مين قليل الذوق ده اللي عارف اسمي وما قالش على اسمه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. عن اذنك. اتفضلي. لو سمحت. بصي بقى يا منيره يا اختي، جيهان هي اللي جابتني بدري النهارده،
قال ايه؟ عايزه تعمل الغدا بنفسها علشان ما تتعبكيش. حد يصدق ان جيهان بنت امبارح تقوم بغدا اربع تنفر لوحدها؟ بنت امبارح ده ايه؟ ما هي كبرت وحلوت اهي وبقت عروسه زي القمر ما شاء الله. هو نادر راح الشغل ولا ايه؟ يا حبيبتي، بس هيجي على الغدا ان شاء الله. ده يا حبيبي فرح قوي لما عرف ان انتوا جايين لنا النهارده. لو ما عجبتكش مش هخليك تحاسب، عشان ما تقولش ان انا بدبسك او حاجه. كده تعجبني طالما عجبك. على اذنك. اتفضلي. اؤمر يا فندم. ايه يا نسا حنين؟ انا فضلي النهارده خالص يعني. لا يا فندم ما اقدرش، ده حضرتك زبوننا. حضرتك عارف هتختار ايه ولا اجيب لك المنيو تختار؟ انا خلاص اخترت من زمان قوي، بس اللي اخترته تعبني قوي. اتفضل حضرتك مليني الاوردر. مالك يا حنين؟ ما كنتش مبسوطه؟ البيه بتاع كل يوم ده مالي؟ طلب ايدك؟ مش ناقصاك يا نجو، كفايه عليا لسه الظرف بتاعه. ما يمكن غرضه شريف. شريف ايه؟ انا فاهمه الحركات دي كويس. خد يا بنتي بلغي الاوردر بتاعه، خلينا نخلص منه. ايه يا بنات الوقفه دي؟ واحنا جايين نشتغل ولا جايين نهزر؟ ابدا يا مستر، احنا بنبلغ الاوردر. طب يلا يا وام، مش عايز دلع. انا هروح اشوف شغلي يا مستر. استني يا حنين، انا عايزك. نعم. فكرتي؟ وحضرتك ليه مش قادر تفهم ان دي مش سكتي؟ شوف لك واحده تانية وسيبني في حالي. بس انا مش عايز اي واحده، انا عايزك انتي. الاسطوانه دي انا حافظاها كويس يا مستر. حضرتك متجوز وعندك عيال، يا ريت تركز في بيتك وعيالك احسن. طب ايه بقى اللي جاب سيره العيال والبيت في اللي احنا بنتكلم فيه؟ دول هيبقوا هما تحلمش بيه. نعم. واذا كان على الحرمانيه نكتب عقد عرفي. قلت ايه؟ هات لي قهوه يا سوري. سوري يا استاذ نادر، معلش اتاخرت عليك شويه. لا ابدا يا فندم. تشرب ايه؟ لا لا ما عنديش اي وقت، من فضلك ادي الورقه اهو، بص عليه كده ولو في اي حاجه انا معاك. بالهنا والشفا يا فندم. استني بس، مستعجله كده ليه؟ ايه ده؟ اوعى ايدك. وجعتك يا فندم؟ الاوردر قدامك، في طلبات تانيه؟ عايزك تاخدي بالك مني شويه، زي الترابيزه اللي هناك دي، ولا لازم الواحد يبقى ملون عشان تاخدي بالك مني؟ يا استاذ عيب، ما يصحش كده. عيب عليا انا برضه؟ لا عيب عليك انت. سيبي زبون بيجي يوماتي وتبصي لزبون اول مره تشوفيه، صدقيني ما يغركيش الالوان دي. انا مش ابيض واسود، بس لو جربتيني مش هتسليني ابدا. لا ده انت قليل ادب بقى. انت بتقول ايه؟ ما تفوقي لنفسك، نسيتي نفسك ولا ايه؟ فين المدير الزفت دوت؟ ايه يا احمد؟ يا استاذ نادر من فضلك ما تشغلش بالك، كل يوم في الكافيه ده بيحصل كده اكتر. من فضلك بص على الورقه. ايوه يا باشا امرني. انا عايز افهم دلوقتي، انا باجي هنا بدفع فلوس ولا بتاكلوني صدقه؟ صدقه ازاي يا باشا؟ ده خيرك على المحل كله. الهانم طلبت منها اوردر جايبه لي اكل غير اللي انا طلبته، ومش عاجبها اللي فتحت بوقي وبزعق. والله العظيم يا فندم ده الاوردر اللي هو طلبه. انت تسكتي خالص، ما اسمعش احسك. انت ايه، هتعدلي على كلام الباشا ولا ايه؟ اتفضلي من هنا يلا، اتفضلي. احنا اسفين جدا يا سعاده الباشا، اسمح لي اخد انا الاوردر تاني. بعدين بعد ما الهانم بتاعتكم ما سدت نفسي؟ ما عاشت ولا كانت يا باشا. انا هقرص لك ودانها، والاوردر اللي نزلته غلط ده هيتخصم من مرتبها، واحنا لينا بركه غير رضا سعادتك يا باشا. امرني. تمام الورق يا استاذ نادر؟ تمام يا ريس، انا فهمت كل حاجه. طب انا حبش الوقت، ولو في اي حاجه خلي الاستاذ يكلمني. يلا السلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام. ولا ادفع ثمنه ليه يا مستر؟ والله العظيم انا نزلت كل اللي طلبه. مش عايز مناقشه يا حنين، ده احسن زبون بيدفع تبس في الكافيه كله، ودي اول مره يعمل مشكله، يعني اكيد الغلط من عندك انت. والله العظيم هو اللي غلطان. خلاص الموضوع خلص، عشان تبقي تعرفي تعاملي ازاي الناس. وياكي ياكي تخرجي بره قبل ما الزبون يمشي، احنا ما صدقنا هديناه. انت اللي غلطانه يا حنين، يعني عارفه ان الراجل عينه منك، ما تقولي له كلمتين كده تثبتيه. ده راجل قليل الادب يا صاحبي،
ساعه ما شافني بتكلم مع ترابيزه خمسه وهو بيتلكك لي. وهو مين ده اللي على ترابيزه خمسه؟ اوعي تقولي لي قريبك، والله شفطلك وشك. لا مش قريبي، بس معرفه يعني. معرفه سودا وما جابتلكيش غير المشاكل. بقول لك ايه، ما تعرفيني عليه كده ما دام نجمكم مش راكب على بعض، وهو يعني ما يبقاش خرج بره. اصل الواد بصراحه امر. خلاص بقى، خلاص بقى بطلي عياط. معلش. الشيك يا فندم، حضرتك جايبه بنفسك؟ غريبه يعني. وايه الغريبه في كده يعني؟ انت مدير المكان، امال فين بقيه الناس؟ مشغولين. حضرتك هتحاسب ولا في اسئله تانية؟ نورت. ما خلاص بقى يا حنين، هتفضلي زعلانه كده؟ خلاص اللي حصل حصل بقى. يا بنتي علقه تفوت ولا حد يموت، الخيبه دي. الحمد لله. بس بقى انسه حنين، دقيقة واحدة لو سمحت. طيب روح وانا احصلكم. مستناكي ولا نركب احنا؟ لا لو المترو جه كاب انا هاخد اللي بعده. اوكي ماشي. سلام. ترابيزة خمسة. انا هاخد البيت. انا اسف لو كنت فاجئتك، بس انا حسيت ان يعني حصل لك مشكلة النهاردة، فكنت حابب اطمن عليك. يظهر ان كل ما بتشوفيني بيحصل لك مشكله اكبر. لا خالص، ما تكبرش الموضوع، انا اللي عايشه في القرف ده من زمان. حقك عليا، انا اسف. اسف على ايه؟ يعني على اني مش عارف اعملك اي حاجه في المشاكل دي. لا خالص، انت مش عارف انا ارتحت ازاي لما اتكلمت معاك. طب كويس، هيبقى تلاقي لي اي فايده بدل ما كله مشاكل وقلق كده. ممكن اخد رقم تليفونك؟ يعني عشان لو جه حد يضربني تاني اكلمك تيجي تنقذيني على طول. تصدق بالله انت دمك خفيف. والله انت ما عندك دم. معلش يا ماما، اتشغلت ونسيت الموضوع ده خالص. طب والمحروق اللي اسمه الموبايل اللي معاك؟ سكوتي مش قطع شحنه، ما لقيتش شاحن. ما انا عارفاك، هو انا هخلص معاك. معلش انا هتصل لك بخالته وهصالحها. خالته بس؟ طب والبت الغلبانة اللي وقفت بنفسها تعمل لك الأكل بإيديها؟ وجيهان كمان هكلمها وصالحها يا كمان. في حاجة تاني؟ والله العظيم أنا لو منها ما بص في وشك تاني. أنا مش عارفة البت دي مستحملة عمايلك دي على إيه. ربنا يديم المعروف يا أبو نادر. لعلمك بقى، محدش هيستحمل عشتك المنيلة دي غير البت الغلبانة دي. وعايزة أنصحك نصيحة، لما تيجي تتجوز تاخد اللي بتحبك مش اللي أنت بتحبها. ربنا يتوب علينا بقى من العيشة المنيلة دي. يا واد افهم بقى، اهم حاجه في الست انها تستحمل جوزها، ومحدش هيستحملك غير اللي بتحبك. يا ماما يا حبيبتي، ريحي نفسك من الموضوع اللي بتفكري فيه انت وخالته ده، لانه مش هيحصل. ليه بقى ان شاء الله؟ لان جيهان دي زي اختي الصغيره، مش هقدر اشوفها غير كده. بلاش كلام اهبل، انت ما عندكش اخوات، وبعدين انت لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي ضفيرها. دي حقيقه، جيهان دي احسن واحده في الدنيا وتستاهل واحد احسن مني. تصبح على خير يا حبيبتي. عامل ايه في الواد ده يا رب؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده انا يا دوب يا بنتي بقول له هو احنا مش هنتجوز، ولا ايه لك وش وقلب زي اللي حكموا عليه بالاعدام. وحياتك يا اختي، كلهم منظر واحد، الطينه من العجينه بقت حاجه تقرف. من لين؟ مساء الخير. ايه ده، هو انت؟ افتكرناك حد بيعاكس. لا والله، انا بس كنت عايز اسال على حنين، اصل بقالي كام يوم كده ما بشوفهاش مروحه معاكم، وبكلمها ما تردش على التليفون بتاعها. ايه ده، انت ما تعرفش انها عيانه ولا ايه؟ عيانه مالها؟ ما اعرفش هي عيانه عندها ايه، بس هي كلمت المدير وطلبت اجازه، قالت انها عيانه قوي.
مين؟ صحيح أنا عمري ما كان عندي أهل ولا في ضيوف بيزورونا في البيت، لكن برضو بفهم في الواجب. وأنا جاي أقولك إن الموضوع ده مش فارق معايا أصلا. متأخر قوي الكلام ده يا نادر، أنا كنت محتاج أسمعه منك يوم ما قلتلك. اتلخبطت ومعرفتش أرد عليك. يعني إيه اتلخبط؟ يعني أنا كنت جاي وعامل حسابي إننا نعيش أحلى لحظة في حياتنا زي أي اتنين، وفجأة لقيتك بتاخديني في سكة تانية خالص. يعني كنت عايزني أكمل كده؟ انت ايه اللي خلاكي تكدبي عليا من الأول؟ عشان ما كنتش عارفة إني أحبك أوي كده، كنت فاكرك زي كل الناس لازم أكدب عشان أعرف أعيش وسطهم. لما عرفت إنك بتحبيني وإني مش زي كل الناس خفت أقولك الحقيقة. مليون مرة ببقى نفسي أقولك وفي الآخر ما بقدرش. يا نادر أنا كنت بموت كل ما تسألني عن أهلي عشان كنت بضطر أكدب عليك، وأنا مش عايزة أعمل كده. أنت عارفة إن دي أول مرة تقدري فيها إنك بتحبيني؟ أيوة بحبك أوي. وأنا كمان بحبك أوي، بحبك. والكام يوم اللي بعدنا عن بعض فيهم دول فهموني حاجة واحدة بس، إن عمري ما عايز سعيد طول ما أنت بعيد عني. أيوة بس حنين، أنت عارفة إن أنا كنت كل يوم بروح أقف قدام الكافيه عشان أشوفك وأنت مروحة، واليومين اللي أنت اختفيتي فيهم دول كنت هتجنن إني ما أشوفك. بتدري كل اللي أنت بتقوله لي ده حاجة، واللي أنا قلته لك عن حقيقتي حاجة تانية. مش فارق معايا. مش فارق معاك إني ما عنديش أهل؟ أنا أهلك. مش يمكن أكون بنت حرام؟ اللي تحافظ على نفسها وسمعتها وتدي وش لأي حد يحاول يقرب لها مش ممكن تبقى بنت حرام. طب وأهلي اللي رموني تفتكر يعني رموني ليه؟ اللي قلبها حنين وبتعطف على العيال مرمية في الشارع وتشيل همهم وتفكر فيهم مش ممكن تبقى بنت حرام. تفهميني انت يا حبيبتي، اللي تقف وش الدنيا كلها لوحدها من غير لا سند ولا ظهر وتحافظ على نفسها لا يمكن تبقى بنت حرام. ولاد الحرام هما اللي بيعملوا الحرام يا حنين، مش اللي بيجوا بسببه. أنا بحبك. تتجوزيني حنين؟ انت اكيد جرى لمخك حاجة. ليه بس يا ماما؟ كل ده عشان بقولك اني عايز اتجوز؟ لا طبعا، ما انا طول عمري بزن عليك وبتحايل عليك عشان تتنيل تتجوز، انما تروح تعمل مصيبه زي اللي انت عايز تعملها دي لا، اقعد من غير جواز احسن. يا ماما فهميني، انا عارف انك عاوزاني اتجوز جهان بنت خالتي، بس ده مش هيحصل. اولا جهان بنت خالتك مش بايره عشان ندلل عليها، لكن خلاص انت حر، مش عاجبك جهان انت الخسران، بس تروح تدور على واحده احسن منها. طيب وانا اخترت اللي شايف من وجهه نظري انها احسن واحده في الدنيا. انت عبيط يا واد، انت عايز تروح تتجوز واحده تربيه ملاجئ؟ ما احناش عارفين هي جايه منين اصلا. مش مهم الكلام ده، المهم انها بنت كويسه. بأمرت ايه بقى ان شاء الله؟ بأمرت عيلتها ولا تربيتها؟ لا بأمرت انها بنت كويسه جدا، وده كفايه بالنسبه لي.
كل ده ما يلزمنيش ببصله. مش فاهم يعني تشيل البت دي من دماغك خالص. مش هينفع يا ماما، انا بحبها وهتجوزها كده اهو. يبقى تروح تتجوزها بقى بعيد عني، ومن دلوقتي تعتبر ان امك ماتت. مش طريقه كلام دي يا ماما. والله ده اللي عندي، واقسم بالله يا نادر لو مشيت اللي في دماغك وما سبتكش من البت دي لاكون مقاطعك لحد ما اموت. يا ماما اقعدي بس نكمل كلامنا. الف حمد لله على سلامتك يا باشا، نورت مكتبك. طب والله المديريه كانت مظلمه من غير سعادتك. الله يسلمك يا ايمن. ها طمني، ايه اخبار الشغل؟ تمام يا ريس، كله تمام. ايه كله تمام دي؟ انا عايز اعرف اخبار الشغل كاني كنت موجود معاكوا بالظبط. تحت امرك يا ريس. مش هينفع يا حبيبي تاكل دماغي كل شويه بالكلمتين دول، ولو مش عاوز تكمل قول. ما دام انا ما قلتش ان انا مش عايز اكمل، انا بس عايز اطمن. لا اطمن خالص، دول كويسين وبيدعوا لك كمان. دول 10,000 جنيه حساب العمليه اللي فاتت، واجهز بقى للعمليه الجديده. حاضر. طيب ممكن لو ما فيهاش مضايقه اسال سؤال؟ خير. دلوقتي الناس اللي بيتبنوا البنات دي بيختارهم ازاي؟ اتفضل يا اشرف، انا ورايا شغل. حاضر. صباح الخير. اقعد افطر قبل ما تنزل. معلش ماليش نفس. عنك ما اكلت. هو انت فاكر يعني انك بتلوي دراعي بقى مصيتك دي؟ انت عارفه هو انا ما اقدرش هلوي دراعك، بس انا عايزك تفهميني. انا ما بفهمش، ولو فتحت معايا الموضوع ده تاني انا هسيب لك البيت واروح اقعد عند خالتك لحد ما تعقل. قلت ايه؟ قلت سلام عليكم يا ماما. استغفر الله العظيم يا رب، اهدي يا رب. يعني ايه الملف مع نادر وقفل عليه؟ هو كان مكتب ابوه الاستاذ اللي اداله الملف، وانت عارف نادر بيحب يقفل على حاجته بالمفتاح ازاي. وانا هعرف منين؟ هو انا قاعد له النهار بفكر فيه وما بقولش غيره. بقول لك يا استاذ وائل، ما تشيل نادر من دماغك خالص. انا برضه اللي اشيله من دماغي، ما تقولي لنفسك، وانا ما كنتش عارف ان ذوقك وحش قوي كده. خليكي معايا تكسبي. صباح الخير. صباح الخير يا نادر، فطرت ولا تفطر معايا؟ لا شكرا يا هويدا، بهنا وشفا انت. تعالى انت رايح فين؟ خير يا وائل؟ في الملف بتاع سيد النجار. ليه؟ عاوزه. الاستاذ وائل كان بيسأل عن ملف من بدري وانا قلت له انك قافل عليه. انا اسف يا وائل، الاستاذ هو اللي اداني ملف، ما اقدرش اوريه لحد. يعني ايه؟ يعني لما الاستاذ يقول لي اديهولك انا تحت امرك بعد اذنك. ايوه بس الاستاذ مسافر مش هرجع غير بعد كام يوم. خلاص لما يبقى يرجع. وانا هفضل قاعد تحت امرك. اسمع يا وائل، انا عارف ان ده مكتب خالك، بس انا بشتغل عنده مش بشتغل عندك، وبعد اذنك بقى عشان ورايا شغل كتير، انا مش قاعد صايح. ما تمشيش وانا بكلمك. ايدك جنبك. ولو مش عايز اتكلم اللي مشغلني ومشغلك. أما عيل سقيل صحيح؟ أنا عارف إنه مش طيب. غريب، مع إن أي حد يعرفك لازم يحبك. بس أنت عارفة حنين، مهما كنت متضايق أو مخنوق، لما ببص في عينيكي بنسى الدنيا كلها. أمال أنا أقول إيه بقى؟ أنا اللي من يوم ما عرفتك وأنا بشوف في حياتي كل حاجة حلوة. وهتفضلي تشوفيها أحلى طول ما إحنا مع بعض. بقول لك إيه؟ أنا ميت من جوع، تيجي ناكل؟ ماشي. طول عمري كان نفسي يبقى عندي خالة تحبني قوي وتخاف عليا وتدافع عني لما مامتي تزعقني وتقف في صفي. عشان كده دي كانت اكتر حدوته بألفها للناس. عارف يا نادر، انا ناوي احب مامتك زي مامتي بالظبط، وعمل لها كل حاجة حلوة كان نفسي أعملها لو كان عندي أم بجد. إن شاء الله. مامتك مش موافقة على جوازي صح؟ ليه بتقولي الكلام ده؟ عشان طبيعي إنها ما توافقش، أنا بس الحمارة اللي سبت نفسي أحلى. لا طبعا، دي ماما طيبة جدا، وأنا متأكد إنها تحبك أول ما تعرفك. تفتكر؟ طبعا، أنا بس لسه ما فتحتش معاه الموضوع. ليه؟ هو أنا غيب عن المكتب أسبوع؟ أجل عليك عامل لي فيها بلطجي؟ بس يا خالو اللي حصل. ما تقوليش يا خالو هنا، خالو إيه وزفت إيه؟ خالو دي هناك في البيت عند ماما، هنا تقول لي يا أستاذ.
طيب حاضر، مش تعرف ايه اللي حصل الاول؟ عرفت من هواده كل حاجه، وبعدين الراجل ما غلطش، وانا موزع عليكم القضايا قبل ما اسافر. تتدخل في شغله ليه؟ افلح في شغلك الاول. انا جات لي فكره كويسه جدا في القضايا اللي معايا، علشان كده كنت عايز اخدها وراجعها. تيجي وتقول لي ايه؟ هتدور المكتب على مزاجك انت ولا ايه؟ فاضل الغرفة ده، امشي امشي. يا حبيبتي يا جيهان، عقبالك يا حبيبتي. انا اروح اجيب الشربات من المطبخ. ربنا يسعده يا منيرة. ايوه كده يا ناهي، ادعي له يا حبيبتي، اصل انا قلبي واكلني عليه قوي. طب وافقت على الجوازة ليه لما انت مش مرتاحه لها من الاول؟ هعمل ايه يعني، ما انت عارفه نادر دماغه ناشفه، وحط لي العقده في المنشار، قال لي يا اما هي دي يا اما مش هتجوز خالص. يا سلام، على ايه يعني يا اختي؟ اهو اللي حصل بقى يا ناهد، كنت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اقطع ابني الوحيد اللي ما حلتش غيره؟ يا ست انا ما قلتش كده، بس كنت حاولي معاه مره واتنين وتلاته وميت مره وحياتك، ده انا ريقي نشف معاه لدرجه ان انا خصمته شهر بحاله، وبرده مفيش فايده، اللي في دماغه في دماغه. وبعدين بصراحه بقى البت مش وحشه. انا ما قلتش وحشه، بس يعني الوضع اللي انا شايفاه كده. عارفه لا عارفين لها اصل ولا فصل، لكن هنعمل ايه بقى، كله بثوابه. انت ليه يا حبيبي ما عزمتش حد من اهلك وجيرانك؟ انت ليه ما عزمتيش اي حد من اهلك وجيرانك؟ لا يا حبيبي انا عندي ظروف تانية، ما ينفعش اجيب حد يشوف بعيني ان كنت بكذب طول السنين دي. زي ما انت ما عزمتيش حد، انا كمان ما عزمتش حد. وبعدين مين قالك ان انا نفسي اشوف اي حد في الدنيا النهارده غيرك؟ ربنا يخليك لي يا حبيبي ويقدرني اسعدك زي ما انت مفرحني دايما. السلام عليكم، مش ده بيت الاستاذ نادر؟ عايز ايه؟ انا جاي عشان الفرح. انا اشرف، ابقى زميل حنين. اشرف تعالى يا اشرف. ده اشرف اللي قلت لك عليه. مبروك يا حنين. الله يبارك فيك. الف مبروك يا استاذ نادر. الله يبارك فيك. انت اتاخرت كده ليه؟ كعبلت في حوار عطلني شويه. طب اقعد، لسه ما كتبناش الكتاب. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انت اشرف زميل حنين في البلد مش كده؟ حضرتك تعرفني؟ اصل حنين كلمتنا عنك كتير قوي، على فكره هي بتعزك قوي. شفت بقى، اهو انا كمان اهلي جم، يبقى كده خلصين. اين وكيل العروسة؟ انا يا شيخ عبد الله. انا جايب لك البطاقة معايا اهي، اتفضل. الله يبارك فيك يا جيهان. مبروك يا نادر. الله يبارك فيك يا خالتي. مبروك يا عروس. مبروك يا نونا. انا هطير انا بقى. انت ايه ده يا ابني؟ ايه يا ابني ده؟ مش تحاسب؟ لا مؤاخذه ما خدتش بالي. ايه اللي مؤاخذه ما خدتش بالك؟ انت عمال تتلزق فيا وتقول لي ما خدتش بالك؟ عيب عليك يا ابني، عيب، ده نفس ابن امك. والله العظيم انا مش قصدي. ايه ده؟ وكمان سكران؟ ايه؟ في ايه؟ في ايه انا؟ مفيش حاجه يا ماما. لا في يا نادر. ما خلاص بقى يا ماما. بس يا جيهان، البيل اللي معرفش اتلمبتوا عليه منين علشان تعزموه جاي سكران وعمال يتلزق فيا زي ما يكون واقفين في اتوبيس. والله العظيم انا خبطت فيك غصب عني. معلش معلش معلش، ده بيسلم وماشي. خدني في سكتك. مبروك مبروك، خدني يلا. عجبك كده؟ جبت شنطه هدومك؟ ايوه يا حبيبتي، حقك عليا انا يا ناهي. وانت ذنبك ايه؟ الحق على اللي جمعنا في بيت واحد مع اشكال زي دي. انا هستناكي تحت. يلا جيهان، بقول لك يلا خدي شنطه خالتك. اهو ده اللي كنت خايفه منه، ولسه ياما هنشوف. والله يا ماما اشرف ده بني ادم كويس، اكيد ما كانش قصده. انا بتكلم مع ابني، وعايزاكي تتعودي لما اكون بتكلم معاه انت تسكتي خالص وتخليكي في حالك. يا
ماما الحكايه مش مستاهله، ده مجرد سوء تفاهم كده اهو. ماشي، انا هنزل عشان ما تاخرش على خالتك، هروح اقعد عندها كام يوم واسيب لك البيت براحتك انت والسنيوره بتاعتك، وعلى الله لما ارجع ما الاقيش مصيبه جديده حصلت من تحت راس الجوازه دي. خلاص يا اشرف، حصل خير يا ابني، انا عارفه ان انت ما عملتش حاجه، معلش. ماشي، سلام. ايه ده، انت بتعيطي ولا ايه؟ بعيط على بختي، حتى اليوم اللي جيت افرح فيه الدنيا استكترت عليا الفرحه وقلبتها لي غم. مفيش غم ولا حاجه. لا، في اكتر حاجه مضايقاني انك مصدق كلام خالتك عن اشرف. مين قال كده بقى؟ والله يا اشرف بني ادم كويس، بكره لما تعرفه وتعشوا هتصدق كلامي. ماشي يا حبيبتي، ممكن بقى نسيب بكره لبكره وتخلينا في النهارده. النهارده اجمل واحلى يوم في حياتنا، يعني لازم نفرح وننبسط فيها على قد ما نقدر، ما ينفعش نضيعه بقى في كلام لا هيودي ولا هيجيب، مش كده ولا ايه؟ اضحكي بقى. وديني جبت لكم غطا زياده اهو. تسلم ايديك يا حبيبتي. معلش يا جيجي، هزنقك اليومين دول في فرشتك ونومتك. ازاي بقى يا خالته، ده انت منوراني. تعيشي يا حبيبتي. يلا نسيب المحروس يتبسط مع عروسته واحنا نتنكد هنا. ربنا ما يجيبنا كده يا رب. انا ما رضيتش اجيب سيره للحاج عن اللي حصل يا منيره يا اختي، انت عارفه طبعه حامي، ولو كان عرف كان طين عيشتنا كلنا. خير ما عملتي، هي دي حاجه تتحكي؟ بصراحه بقى في كلمتين كده واقفين في زوري، عايزه اقولهم لك يا اختي واخلص. ابنك نادر جاب مصيبه لنفسه، ده مش لنفسه بس، لا ده جابها لنا كلنا. ربنا يستر، ادعي له يا اختي. هو يعمل عملته ويطين الدنيا وتقولي لي ادعي له؟ اقول لك ايه، مفيش فايده منه الكلام. تصبحوا على خير. وانتي من اهله يا حبيبتي. بقولك يا خالته. اي يا حبيبتي. سيبك من كلام ماما وارميه من دماغك خالص. لا يا جيجي، الكلام اللي امك قالته عندها حق فيه برضه. عروسه نادر بنت حلال يا خالته، وبتحبه بجد. انا بنت زيها وفاهمها كويس قوي. ايوه يا حبيبتي. ونادر كمان بيحبها على فكره. يبقى بقى تسيبك من اي حاجه حصلت واي كلام اتقال وتعملي زي. اعمل ايه يعني؟ ادعي لهم ربنا يسعدهم ويهدي سرهم ويبعد عنهم اي شر. ربنا يكملك بعقلك يا حبيبتي، ويسعد قلبك ويفرحك وينولك اللي تستاهليه. الو، مدام نسرين. لا كنت نايم شويه. عمر ومال ومال ومال. طيب هاتي العلبه معاكي وانا انجز لك على طول. لا خوف ايه، كان زمان بقى. دلوقتي لو عايزاني انفذ لك كل يوم انا تحت امرك. خساره، ده اخر يوم في الاجازه. ما قلت لك يا حبيبتي الاستاذ مش هيسيبني اكتر من اسبوع واحد، وبعدين انا لازم اركز في الشغل كويس الفتره اللي جايه دي، عشان لما ربنا يرزقنا بعيل كده ولا حاجه نعرف نجيب له كل اللي هو عايزه. عشان كده مفكر ارجع الشغل تاني. حنين انسي موضوع الشغل ده خالص، انا لا عندي استعداد ترجع للمرمطه تاني ولا هقبل فكره ان حد يقل ادبه عليك. يا حبيبي محدش يقدر يتجرأ انه يتكلم معايا دلوقتي، انا ست متجوزه. انا عارف انك خايفه من انك تقعدي مع ماما وشك في وشها طول اليوم لوحدكم كده.
بس صدقيني والله ماما ست طيبه جدا وقلبها ابيض، يعني لما تعرفك كويس هتحبك اكتر ما انا بحبك كمان. والله مش ده السبب خالص، انا بس صعبان عليا انك تشيل الحمل كله لوحدك. انا مامتك اخدمها بعنايه واستحملها مهما عمل. لا لو على الحمل بقى ما تقلقيش خالص، جوزك قدها ودود. انما بقى لو على ماما فدي حاجه في ايديك انت بصراحه. في ايدي انا؟ اه ماما راجعه النهارده من عند خالتي. طبعا زمان خالتي بسم الله ما شاء الله شحنتها لغايه لما شبعت، فيعني بس ايه نسيسها شويه الفتره اللي جايه دي. حاضر يا حبيبي، انا عارفه خالتك قد ايه صاحبه واجب. معلش نعذرها بصراحه، اي ام تتمنى انك تكون جوز بنتها، تخيلت بقى لما تبقى خالتك كمان. بس طيبه والله. اه لا طبعا طيبه جدا. ما انسى هي عملت ايه في اشرف يوم الفرح. وده كمان موضوع مهم عايزين نخلصه دلوقتي مع بعض. موضوع ايه؟ اشرف. ماله يا حبيبي، اشرف ده اخويا. عارف وما كانش عندي مشاكل لولا انه مش مراعي غلاوته عندك. ازاي بقى؟ لما يحضر فرحك سكران ويحرجك ويحرجني قدام الناس يبقى مش مراعي غلاوته عندك. والله يا حبيبي اشرف بني ادم طيب وجدع جدا، لولا حكايه الشرب دي. وانا ما اقبلش ان واحد بيشرب خمره ويشرب حشيش يبقى قريب من مراتي. انا اسفه يا نادر، معلش. حنين انا عزمته على الفرح رغم انك كنت حكي لي كل حاجه عنه، بس لحد كده وكفايه. انا عايزك تنسي كل اللي فات، تعتبريني اخوكي وصاحبك وحبيبك وجوزك وكل حاجه ليكي في الدنيا. تهيالي بقى وانا جنبك مش هتبقي محتاجه لحد تاني ولا ايه؟ الله يسلم سعادتك. ها يا ترى العروسه رصتك الشغل ولا جاي جاهز؟ احنا عندنا شغل كتير. انا تحت امر حضرتك. طيب وايده. نعم يا استاذ. تسلمي قضيه رفعت زيدان لنادر. حاضر يا استاذ. ايوه بس ملف القضيه دي عندي. انا عارف وقريت التقرير اللي انت كاتبه، لكن انا هعيد توزيع القضايا وحضر حضرتك قضيه ثانيه تشتغل عليها. انا مش فاهم اللي حضرتك بتعمله، يعني انا بعد ما اشتغل على قضيه تاخدها مني؟ كلامي واضح، طريقه نادر في الشغل هتطلع من القضيه دي حاجات كتير. ايوه يا استاذ بس انا اشتغلت عليها وتعبت فيها كتير. وبعدين بقى كفايه رغي، ما عنديش وقت. اتفضل في تحقيق في المحكمه، روح احضره. اتفضل قوم اجهز يلا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. دي واقفة كده ليه؟ ما فيش، كنت هعمل شاي قلت أشوف لو حضرتك عايز تشربي معايا. لا شكرا. طيب اجيب لك بسبوسه هتعجبك والله، انا اللي عاملاها. ماليش تقل على الحلويات شكرا. طب قولي لي حضرتك بتحبي ايه وانا اعمله لك، انا شاطره جدا في المطبخ. انت عايزه ايه بالظبط؟ اصل حضرتك من ساعه ما رجعتي البيت من يومين وانت ما بتكلمنيش. انا كده ست كلامي قليل، عندك مانع؟ وبعدين اذا كنتي فاكره انك هتضحكي عليا بحته البسبوسه بتاعتك دي تبقي غلطان. هو ليه بس حضرتك شايفة ان انا عايزة اضحك عليكي؟ محلستك معايا وطريقتك الملزقة دي. اذا كانت طريقتك دي جابت نتيجة مع نادر ابني انا بقى لاقي حبيبتي ما باكلش من الكلام ده. انا عارفة ان حضرتك ولا طايقاني ولا طايقة جوازي من نادر، بس تفتكري هنقدر نعيش مع بعض بالطريقة دي؟ لو انت عايزة تمشيني على مزاجك ولا ايه؟ لا طبعا العفو، انا ما قلتش كده، حتى لو لا قدر الله عايزة اعمل كده عارفة ومتأكدة ان ده لا يمكن يحصل. كويس انك فاهمة. وفاهمه كويس حضرتك كرهاني ليه. انا لو نادر ده ابني هتمنى له احسن بنت في الدنيا، مش عشان هو ابني، عشان هو فعلا يستاهل احسن بنت في الدنيا، مش واحده من الشارع تربيه ملاجئ. استغفر الله العظيم، انا ما قلتش عليك الكلام ده. مش لازم حضرتك تقولي كده، بس هي دي الحقيقه. لكن والله العظيم انا ماليش ذنب ان هو اختارني واخترته. انا مش فاهمه لزومه ايه الكلام ده دلوقتي. عشان ربنا هو اللي عايز ان انا اكون مرات ابنك، وان احنا نعيش مع بعض في بيت واحد اكيد له حكمه في ده. اللهم لا اعتراض. خلينا بس ندور على حاجه واحده تجمعنا. حاجه ايه دي بقى ان شاء الله؟ نادر. حضرتك وانا اكتر اتنين بيحبوا نادر في الدنيا، وافتكر ده كفايه انه يجمعنا ولا ايه؟ لو انت عايزه تساوي حبي لنادر ابني زي حبك ليه. لا انا ما قلتش كده، بس ربنا وحده اللي عالم انا بحب نادر قد ايه،
كفايه ان ربنا عوضني بيه بعد الهم اللي انا شفته في حياتي وكل اللي انا بتمناه اشوفه اسعد واحد في الدنيا. افتكر ده سبب كفايه انك تستحمليني شويه او حتى تفتحي لي قلبك بس. يوه وبعدين معاكي بقى. طب خلاص هقول لك على حاجه، احكمي عليا من عشتي مع نادى، لو لقيتيني بتقي ربنا فيه خلاص، لو عملت اي حاجه تضايقه اعملي فيها اللي انت عايزاه. قلتي ايه؟ قلت لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. يعني اتفقنا؟ بلاش خوت الدماغ بقى يا بنت انت. قومي دوقيني البسبوسه اللي بتقولي عملتيها حلوه دي، اما اشوفك فالحه في عمايلها ولا محتاجه اعلم فيكي. ربنا يخليكي لينا يا ماما. شكرا يا ولد. ما حكيتليش يعني عن ايه؟ عن رايك في الجواز، مبسوط؟ الحمد لله. حلو عروستك؟ زي القمر. امال ما عزمتناش ليه؟ خايف نحسدها ولا بتغير عليك؟ هي بصراحه تتحسد يعني، بس ده ما يمنعش ان انتوا تقابلوها قريب. بقول لك يا نادر، انت ايه مشكلتك معايا بالظبط؟ ما فيش بيني وبينك اي مشكله خالص، بالعكس انت اكتر واحده انا بعزها في المكتب ده، بس انت مش عايزه تفهم. لا والله. بصي يا هويدا، الطريقه اللي انت عايشه بيها حياتك دي غلط. هو ايه اللي غلط؟ عماله تخبطي يمين وشمال ومش عارفه انت عاوزه ايه بالظبط. شويه عايزه تحبيه وشويه عايزه تتجوزيه وشويه عايزه تصيعي. ما ينفعش الكلام ده، لان في النهايه مش هتلاقي ولا واحد يكمل معاكي في اي سكه من دول. فكري كويس وشوفي انت عاوزه ايه. انا عاوزاك انت. مش حقيقي، انت عامله زي العيل الصغير اللي شبطان في لعبه. بجد يا نادر انا عايزاك انت. بس انا متجوز وبحب مراتي. انا ما عنديش مانع. انا بقى عندي مانع. لو سمحت يا هويدا شيليني من دماغك وفكري في نفسك. وماله يا نادر؟ براحتك، بس خليك فاكر ان انت اللي اخترت. بس انت ما حكيتليش عن هويدا دي قبل كده. عشان ما فيش حاجه تحكي اصلا. اصل انا اول ما رحت المكتب كانت هي لسه مطلقه جديد ونفسيتها كانت زي الزفت. يا حرام، وانت ما قدرتش تسيب نفسيتها بايظه فقلت تصلح لها. الكلام ده كان من فتره طويله. طب وبعد ما صلحت لها نفسيتها؟ ولا حاجه، يومين كده وبتاع لقيت ان هي شخصيه معقده وصعبه جدا، فنهيت الموضوع بالشياكه. لا انت هتقولي على شياكتك؟ انت بتغري ولا ايه؟ مالكش دعوه، المهم كانت نفسيتها بس اللي بايظه ولا كان في حاجه تانية بايظه وهتصلحها؟ لا والله نفسيتها بس. بس انت لو عايزه تصلحي اي حاجه انا في الخدمه. انسى يا بتاع هويدا. خدي هنا. رايحه فين؟ وانت مالك اروح فين؟ اصل انا بصراحه عايز اعرف احنا هنجيب ولد الاول ولا هنجيب بنت؟ هنجيب بنت ونسميها هويدا. ايه ده؟ لا سيبك من هويدا خالص بقى وتعالي نجيب توأم، ولد وبنت. صباح الخير يا وائل. أهلا. أنا عارف إنك أكيد متضايق إن الأستاذ أخذ منك القضية واديها لي. وإيه اللي هيضايقني؟ هو أنا غاوي شقة؟ إن شاء الله أديك شغل المكتب كله بحر. عليك نور، وبعدين إحنا فريق واحد، يعني أنا لو عطلت في أي حاجة في القضية أكيد هجي لك لأنك قاريها قبلي وفاهمها كويس. ومان. الصبح كده بنستر. حلوه قوي يا استاذ نادر دي. ده موضوع مهم قوي يا نادر، عايزك تنزل حالا وما ترجعش غير ما تخلصه. تحت امرك يا فندم.
بس ها؟ في ايه؟ حضرتك عارف يعني ان عريس جديد والموضوع ده هياخد وقت. فهمت. عايز يعني ما ترجعش المكتب تاني؟ يعني ده لو ينفع يا فندم. طيب ماشي، بقى طمني بالتليفون بعد ما تخلص. بعدين روح وبكره نتقابل هنا ان شاء الله. ربنا يخليك لنا يا فندم، بعد اذنك. ماشي. اه مستعجل قوي. طب انا كنت عايزاك في حاجه كده. مش هينفع نتكلم يا هويده، هنقول ايه تاني؟ خلينا نتعامل مع بعض كزملاء احسن عشان ما حدش يقول للتاني كلمه دايما. بعد اذنك. انت شايف كده؟ اوكي براحتك. اللي حصل ده مش هيعدي بالسهل، وهتدفع ثمنه غالي قوي. والله العظيم الكلام ده كدب وما حصلش. ازاي؟ هو الملف مش كان معاك؟ ايوه يا فندم. بس انت ايه؟ الملف ده كان فيه مستند مهم جدا، كل دفاعنا مبني عليه. اشمعنى يعني المستند ده بالذات خرج من مكتبك ووصل لمحامي الخصم؟ اكيد حد سرقه يا فندم. نعم يا حبيبي. ليه يا نغه؟ مش بتقفل المفتاح على اوراق؟ ايوه يا فندم، بس انا نسيت الملف بتاع المكتب لما حضرتك ندهت لي، ووائل كان موجود جوه حتى اساله. قصدك ايه يعني؟ انت هترمي بلوك عليا ولا ايه؟ مش قصدي حاجة، بس بقول يعني يمكن يكون حد دخل المكتب وانا مش موجود. انا ما شفتش حد دخل، وبعدين انا مشيت وراك على طول. وايدة، ما حدش دخل المكتب غير الاستاذ نادر، حتى الاستاذ وائل خرج على طول اول ما حضرتك طلبت الاستاذ نادر. اهو الاثنين شهدوا بنفس الكلام. احسن لك تقول الحقيقة. والله العظيم انا بقول الحقيقة. ماشي يا نادر، ماشي، انت حر، بس خسارة القضية دي والمكتب اللي سمعته هتبقى في الأرض، انت المسؤول عنهم قدامي وهتدفع ثمنه. يا أستاذ حرام عليك، أنا مظلوم والله. مظلوم؟ أحمد ربنا إن أنا عملت حساب العشرة اللي انت ما عملتش حسابها وبلغتش النيابة والنخابة. يا أستاذ أنا طول عمري صايد العشرة وشغال معاك بما يرضي الله، ومقدر جمايلك عليا وتعليمك ليا، إيه اللي هيخليني أعمل كده دلوقتي بس؟ والله بقى اسأل نفسك، شوف مين اللي دفع لك عشان تغدر بيا. والله العظيم ما حصل، والله العظيم ما حصل. الكلام خلص. هويدا. نعم يا استاذ. بلغ الامن تحت، الجدع ده ما يهوبش من باب العماره. مفهوم؟ اتفضل يا استاذ. اتفضل بره. قلت لك بره. مش اي موضوع يا نادر، ده اسمك وسمعتك قدام الناس. تعرف عشان احط موضوع زي ده في دماغي وافضل اجري وراه لغايه اما اثبت ان مش انا اللي عملت كده، هاخد وقت قد ايه؟ ان شاء الله سنه. هنصرف منين بقى السنه دي؟ ارجع شغلي. قلت لك ما تجيبيش سيره الموضوع ده تاني، وبعدين انا مش راجل عويل عشان اقعد صايع ومراتي تصرف عليا انا امي. محدش يقدر يقول عليك كده، انا بس صعبان عليا انك تتظلم. ربنا ما ينساش حد، وان شاء الله هيجيب لي حقي. ايوه يا نادر، بس ده شكلك قدام الناس، دي تهمه وحشه قوي. والله اللي يصدق فيا حاجه زي كده يبقى ما يلزمنيش رايي. وبعدين يلا بقى، انما خايف من كتر الكلام. يا استاذ حضرتك ظلمني. اياكي تكذبي تاني، انا فوتها المره دي، بعد كده مش هفوتها. انا مش فاهمه ايه اللي فكر حضرتك بالموضوع ده تاني. قلت اديكي فرصه يمكن تيجي وتعترفي بالحقيقه، لكن انت بقى تخيلك ان انا نايم ولا اقتنعت بالفيلم اللي عملتيه انت ووائل. لما حضرتك عارف انه فيلم مشيت نادر ليه؟ ما كانش عندي حل تاني، ولان نادر مهمل ويستاهل اللي جراره. ازاي يسيب وائل يعمل فيه كده؟ وانت بقى اللي انا مش فاهمه بقى ده، بتعملي فلتر كده ليه؟ علشان جرحني يا استاذ وقهني وما قدرش اللي انا بعمله علشانه. جرحني؟ بقول لك ايه؟ كده النساء وشغل الستات ده انا ماليش فيه، والعلاقه اللي بينك وبين نادر دي ما تهمنيش، ان شاء الله حتى تاكلوا بعض. انا اللي يهمني واقف عنده انك تكذبي عليا يا استاذ، ولا اللي يكذب عليا ما برحموش. يا استاذ انا شغاله مع حضرتك بقالي سنين، وعمر ما حصل مني حاجه تزعلي. وهو حصل يا اختي. وبعدين وائل اللي انت ماشيه وراه ده مش هينفعك، المكتب ده ليه صاحب واحد بس. انا عارفه، واستاذ وائل ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. خلاص خلص الكلام، عندك شهر خصم، والغلطه الجايه مش عايز اشوف خلقتك هنا في المكتب. اتفضلي على شغلك. ها قلت يا نادر؟ بس انت كده بتظلمني قوي يا باشمهندس. ايه بس يا عم؟ طب تعالى اسال كل استوات النجاره اللي عندي بياخدوا فين؟ لو لقيت واحد فيهم بياخد جنيه ازيد منك يبقى لك الكلام.
بس انا مش نجار يا باشمهندس. ما قلناش حاجه، انت راجل فنان وايدك تتلف في حرير كمان، لكن في الاخر الشغل اللي هتعمله لي هيدخل تحت بند النجاره. لا انت عارف كويس ان الكلام اللي بتقوله ده مش مظبوط، لازم اعمل لك حليات وتحف وانتيكات وتحاسبني زي نجار باب وشباك. لا انا مزودك فوق نفحته من نفحه تاني. بص يا باشمهندس بالاخر كده يعني، وعشان خاطرك انت انا هاخد منك دبل ما بتديه، وبعدين ما تنساش انت تكسب قد ايه من ورا الشغل اللي عامله لك ده. وانا موافق يا عم، نقرا الفتحه. لا طبعا مش موافقه. استني بس يا بنتي. استنى ايه تاني؟ حضرتك مش سامعه بيقول ايه؟ امال عايزاني اعمل ايه بس؟ مش دي الحاجات اللي بعرف اعملها؟ لا طبعا، انت محامي ومحامي شاطر جدا كمان، وانا ابقى غلط لو وافقتك على اللي انت عايز تعمله ده. انا مش فاهمه انت ليه عايز ضيع مستقبلك. لو فضلت قاعد جنب المحاماه لغايه مشكله مهدي ما تتنسي مش هيبقى عندنا مستقبل اصلا. سكت ليه يا استاذ؟ ما تقول حاجه. مستني اما بطلوا خناق. انا مش بتخانق، انا خايفه عليه. انا عارف والله. بص قبل ما تديني محاضره في الاخلاق، اللي عنده بديل اللي انا بقوله دلنا عليه. انا بصراحه غلب حماري يا حبيبي. ما في داهيه الفلوس اللي هتخليك تضيع نفسك كده. وهنعيش منين؟ نتصرف. طب انا بتصرف اهو. طب بس اهدوا كده وصلوا على النبي عشان نعرف نفكر كويس. عليه الصلاه والسلام. على فكره انتوا الاثنين كلامكم مظبوط، عشان كده لازم نوصل لحل وسط. حل وسط ازاي؟ هي دي فيها حل وسط؟ اسمع وانت ساكت يا مغفل، انتوا فعلا انتوا الاثنين على حق. احنا لازم ندور على شغلانه تشتغلها لحد المشكله دي ما تنتهي، واللي انت عملته ده احسن حل لغايه دلوقتي. يعني ايه حضرتك موافقه يا استاذ؟ وبعدين الوقت اللي هيتكلم هيتضرب. انا فاهمك، انا موافق مؤقتا برضه. مش فاهمه يعني لما ظروف مهدي دي تنتهي خالص هيرجع لمهنه المحاماه تاني. ايه سكتوا ليه؟ مش عارفه بصراحه، بس انا مش مبسوطه كده. مش هين عليا بهدلته دي. عارف والله عارف. معلش يا بنتي نصيبنا، هنعمل ايه؟ سامع سامع يا مغفل، شايف البنت بتحبك قد ايه؟ قوم قوم بوس راس مراتك وبوس ايدها. قوم يلا، هو ايه ده قدامي؟ هترجع لشغلانتك اول ما الظروف دي كلها تتغير. من غير وعود يا استاذ، انت فاكر يعني اني فرحان باللي عامله ده؟ ما هو ده اللي وجع لي قلبي. انا مش عايزك تعمل في نفسك كده حبيبتي. فهمي، هو انت فاكر ان انا هشتغل نجار عادي ولا نجار اي كلام؟ لا ده انا هعمل تحف وانتيكات، يعني تقدري تعتبريني اني رجعت الحلم القديم بقى فنان ونحات. يا سلام. اه والله هتسالي الاستاذ شاكر. يا سيدي مالكش دعوه بالاستاذ شاكر، قوم خد براتك وروح، سندوا على بعض دفوا بعض، وهو تنام وانتوا زعلانين، فاهمين؟ يلا بقى يا حبيبي، يلا يا ستي يلا. يا حبيبتي عاوزه حاجه؟ خلاص هتنزل يا دوب بقى الحق ميعاد الورشه، ولا عاوزه الناس تقول على جوزك مش بتاع شغل من اول يوم؟ طب خلي بالك من نفسك. حاضر. اوعى تخلي اي حاجه تزعلك مهما حصل. حاضر. ولو حد ضايقك بكلمه او اي حاجه ما تسكتلوش. اضربه يعني؟ اه. حاضر. وحبني اكتر من كده؟ اه. حاضر. وفكر فيا طول ما انت في الشغل. بس كده مش عارف اشتغل. لا هتعرف، انت شاطر وبتعرف تعمل كل حاجه. ماشي يا ستي، في تعليمات تانية وهروح شغلي بقى. لا خلاص مش عايزه اعطلك، روح. ماشي يا حبيبتي. لا 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 الله محمد صلى الله عليه. ايه ده؟ بحبك وانا كمان بموت فيك. السلام عليكم. السلام عليكم يا رجالة. ازيك يا نادر؟ ازيك يا باشمهندس؟ ايه يا معلم، خدت على الشغل في الورشه وكده والحاجات ولا لسه؟ الحمد لله. وبعدين انا مش غريب على المكان يعني، ما تنساش ان انا كنت شغال هنا يجي من 10 سنين. لا بس احنا غيرنا حاجات ياما في العشر سنين دول. باين. الله يوسع عليك. بص بقى يا معلم، احنا اليومين دول شغالين في تشطيب فيلا في التجمع الخامس بتاعت واحد من الشباب قوي. تمام؟ تمام. الراجل ده بقى شغل الخشب عنده بظبط، يعني غاوي تجليد حيطان، حليات، انتيكات، ودي حتتك بقى فنان. وانا تحت امرك. تمام، يبقى بعد ما تخلص تعدي عليا عشان اوريك الكتالوجات اللي جابها لي الزبون، ونكمل كلامنا بالمره. امين؟ امين. ماشي. يلا يا رجاله ورانا شغل كتير، يلا. ازاي احنا الاثنين سلام وما ينفعش نخلف؟ ما انا قلت لك
انت لو اتجوزتي راجل تاني غيره تقدري تخلفي عادي جدا، وهو لو اتجوز ست تانية غيرك يقدر يخلف عادي جدا، انما انتوا الاثنين ما تقدروش تخلفوا انتوا مع بعض. بس احنا عايزين نخلف من بعض مش من ناس تانية. ده بقى ملوش غير حل واحد. اللي هو ايه؟ الحقن المجهري، يعني اطفال الانابيب. يبقى الجمعية 10 واستاذ شاكر 10 وماما 5 يبقى 25. انا بقول نبيع الشقة. لا مستحيل يا نادر، ما تصغرش دماغك، نبيعها ونفك زنقتنا وبعد كده نجيب احسن منها 100 مرة. يا بنتي 25 مش وحشين، ان شاء الله ربنا يكرمنا. وبعدين مش الدكتورة قال ان هما ما بياخدوش الفلوس كلها مرة واحدة؟ ماشي، بس نبقى عاملين حسابنا. طب بس لو تسمع كلامي وتسيبني انزل الشغل 5-6 شهور بس. يوه تاني موضوع الشغل ده. وبعدين هو شغلي ده هيجيب لنا كام؟ اهو يساعد برضه. لا احنا لو زنقنا يعني انا بقى اخد سلفة من تحت الحساب من علي. مين قالك ان هو هيديلك؟ ما انا بشتغل ورديتين ليه؟ وبعدين انا كنت لمحت له قبل كده ان انا احتمال هزنق في فلوس يعني، وراجل ما قالش حاجه. تعالي يا ماما. هيا يا ولاد، وصلتوا لايه؟ الحمد لله. طب امسك دول. ايه دول؟ دول اخر فلوس معايا، كنت شايلهم للزمن، اهم ينفعوكوا. لا يا حبيبتي انت اديتينا، خلاص خلي دول معاك. اسمع الكلام يا نادر، دول 5000 جنيه، يبقى كده اتحلت؟ قربت قوي يا ام نادر، مش قلت لك ربنا يفرجها؟ ربنا يخليك لنا يا ماما، ربنا يرزقكم بالذريه الصالحه ويسعدكم ويصلح احوالكم. تصبحوا على خير. انت من قلق. هات ايه؟ تقلبي الفلوس وخلعه ولا ايه؟ هقلبهم ايه يا عم، انت حطهم في البنك بتاعنا. بالراحه. الحمد لله. ايوه تعالي. الحمد لله. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. الدكتور قال لي انه متفائل جدا، وشايف كمان انك هتبقي حامل في 15 عيل. انت قابلته؟ اه. وقال لك ايه؟ قال ان الامور مشيت كويس الحمد لله، وعايزك تاكلي كويس وترتاحي لغايه ميعاد اختبار الحمل الجاي. طب امتى اختبار الحمل؟ كمان 3 اسابيع. ياه، لسه هستنى 3 اسابيع؟ معلش يا حبيبتي، ربنا يهونها باذن الله. طب ما قالكش لو ما طلعتش حامل هنعمل ايه؟ ما سالتوش. ليه بس يا نادر؟ عشان ما احبش اقدر البلاء قبل وقوعه. يا بنتي اتفقلي شويه، حرام عليك. معلش يا حبيبي، من اللي شفته في حياتي برضه. يا روح قلبي ربنا كبير. وبعدين احنا بقالنا اكتر من شهرين في حقن وتحاليل وعلاج، تفتكر يعني ربنا هيضيع الشقه دي كله؟ اصلا انا شفت ناس هنا عملوا الحكايه دي كذا مره وما نجحتش. يا بنتي كفايه نكد بقى. طب لعلمك بقى، انا متفائل جدا وحاسس انك كمان هتطلعي حامل في توأم، ومن العيال دي هيبقى وشها حلو علينا. يا رب يا نادر، يا رب يا رب. يا باشمهندس انا لما اروح اجيب الطلبات واجي اشطب الشغل هفضل سهران نص ليل في الموال ده؟ بعدين معاك بقى يا نادر، ما تطيرش السيجارتين الله يبارك لك. قلت لك الراجل هيستلم بكره الصبح، وده راجل مواعيده ميري ورخم. طب وانا ذنبي ايه؟ هو انا اللي اديته الميعاد؟ انا يا سيدي اللي اديته الميعاد. استريحت؟ هتشيلني بقى ولا تسيبني البس في الحيط؟ معلش يا نادر، استجدع معايا المره دي وانا هبعوضها لك بعدين. مش الفكره والله يا باشمهندس، بس انا تعبان قوي. وبعدين ما انا على ايدك اهو، بقالي يجي شهرين بشتغل 14 ساعه في اليوم. بس كده يا معلم، تعبت ولقيناها. خد دي وادعي لي. ايه ده؟ دي برشامه، لو خدتها هتشتغل 18 ساعه في اليوم من غير ما تقول اي. اسالنا انا يا باشمهندس، قلت لك السكه دي مش سكتي. بعدين معاك بقى، يعني انت لا ميه ولا برشام ولا دخان. طب اجيب لك ايه؟ نسوان؟ اجيب لك نسوان يا جدع؟ خد براحتك، انا اولى بالبرشامتين دول. وبعدين هنعمل ايه في الشغل؟ هنعمل ايه في الشغل؟ انا زي ما قلت لك، انت هتروح تخلص الشغل النهاردة وانا بأديك بعد كده يومين اجازة. ماشي؟
الو، ايوه يا ماما، انا حامل. ايوه طلعت حامل الحمد لله. ده انا خليتهم يتاكدوا 3 مرات الحمد لله. لا انا هطلع على نادر في الشغل عشان اقول له. لا مش هينفع في التليفون، لازم اشوف وشه لما يعرف. ماشي يا ماما، مع السلامه. الحمد لله يا منت كريم يا رب، الف حمد وشكر ليك يا رب. يا رب بحق جاه النبي حبيبك المصطفى تم جميلك علينا يا رب، واسترها معانا يا رب، تكملها علينا بالستر